مساء الخير واهلا بيكم. اسبوع جديد وهنا العاصمه. النهارده كان المفروض يكون معانا الفريق المشاغب المعتاد 4+1، لكن نصهم مسافر الحقيقه، فهنؤجلها للاسبوع المقبل. والنهارده هنتكلم عن ضوابط العمره. في ضوابط جديده اعلنتها وزاره السياحه والوزيره ووقعتها الوزيره الدكتوره رانيا المشاط بخصوص العمره وتكرار العمره. احنا عارفين انه منذ وقت يعني الضغط على العملة الصعبة في مصر بقى في ضوابط. السنة اللي فاتت العمرة كانت 3 أشهر بس، السنة دي العمرة زادت شوية بقت 4 أشهر، ولكن حددت بكوتا معينة اللي هي 500,000 معتمر، 20% منهم فقط في شهر رمضان والباقي لـ3 أشهر الأخرى. الضوابط فيها فلوس وفيها نفقات زيادة وفيها زي غرامات بتدفع لتكرار العمرة خلال 3 سنوات أو خلال سنة واحدة، وذلك بهدف تقليل عدد يعني فكرة تكرار العمرة، لأن كل ما بنكرر العمرة طبعا احنا عارفين ان العمرة ليست فرض، الحج هو اللي فرض، ولكن التكرار ده بيزود خروج العملة الصعبة خارج البلاد في وضع صعب جدا. السنة اللي فاتت مع برغم تحديدها بـ3 أشهر إلا أنه عدد المعتمرين كان 650,000 معتمر. إحنا أكبر عدد، أكبر دولة بيخرج منها عدد معتمرين وعدد حجاج المصريين الحقيقة، يعني طبعا نتيجة عدد السكان الكبير، ولكن إحنا أكبر دولة بيخرج منها هذا العدد. هنتناقش في ضوابط العمرة الجديدة، هل هي عادلة أم غير عادلة. خلونا نبدأ بأهم الأخبار، وهو انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين الرئاسيين. خلاص اللجنة العليا للانتخابات أعلنت، أو الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أسماء المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى مع حفظ الألقاب. دول المرشحين لرئاسة الجمهورية، لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018. الحملة الدعائية تبدأ من اليوم ولمدة 28 يوم، ويعني لحد يوم 23 مارس يحق لأحد المرشحين التنازل الآخر في موعد أقصى 15 يوم قبل موعد الاقتراع، يعني آخر يوم للتنازل هو يوم 1 مارس. وزي ما احنا عارفين انه الانتخابات في الخارج 16 17 18، داخل مصر 26 27 28 مارس، وتعلن النتيجة يوم 2 ابريل وتنشر بالجريدة الرسمية. اذا يوم 2 ابريل رئيس جديد لمصر لمدة 4 سنوات. معي على الهاتف المرشح الرئاسي المهندس موسى مصطفى موسى. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك أستاذة لميس. يعني أولا قول لي إحساسك، مشاعرك، يعني عندما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أو الهيئة الوطنية للانتخابات أنك مرشح لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية. لا طبعا إحساس حلو جدا وله قيمته، وحاسس بمسؤولية كبيرة في هذا الإحساس، وأتمنى إن أنا أعمل أداء كويس يرضي الشعب المصري. يعني فعلا بتاخد الامر بجديه، يعني لانه طبعا الناس كلها بتتكلم انه الرئيس السيسي يعني والانتخابات محسومه، فيعني مدى الجديه بقى اللي حضرتك واخد بيها المنافسه ومستعد تبذل مجهود قد ايه؟ يعني ايه اقصى طموحك من هذه المنافسه باشمهندس موسى؟ لا طبعا انا اقصى طموحي ان انا افوز بالانتخابات، ده طموح طبيعي يعني. يعني انت داخل علشان تفوز بالانتخابات، هذا طموح هو مشروع ولكن موجود عند حضرتك؟ طبعا موجود عندي. امال ايه؟ هتنفق قد ايه؟ يعني سقف الدعاية 20 مليون جنيه، هل حضرتك هتنفق 20 مليون جنيه فعلا؟ انا هحترم الشروط بتاعت الهيئة الوطنية، وهي ليها شروط واضحة، الحد الاقصى هو 20 مليون، وفي نفس الوقت التبرعات مش هتزيد عن 2% اظن لكل متبرع يعني. فانا هلتزم بالشروط الموجوده، ده الاهم يعني.
لكن في فحضرتك راصد طبعا 20 مليون ولا راصد أقل ولا راصد إيه؟ لا، انا يعني امكانياتي هتبقى في الحدود دي، لكن حضرتك طبعا في ناس كده بتعمل اهداءات وبتاع، مثلا استاذ الرئيس معمول له مثلا دعايه جامده جدا معموله من الناس اللي هي عندها مقدره تعمل له هذه الدعايه. هل انا عندك ما ناس عنديش، مستعدة إنها تعمل لك الدعاية دي؟ لا انا لو كان عندي ناس كانوا بيتراجعوا في الحته دي قطعا، عشان هم في بعض الناس بتتخيل ان انا يعني، او لو عملوا كده اكنهم ضد الدوله وضد فكر الدوله، وده غلط. لكن في ناس بتبقى عندها متحسبه لهذا الموضوع يعني. فانا طبعا يعني الحته دي ناقصه عندي، ان انا ما عنديش دعم من ناس تانيه، ولكن انا بشتغل في حدود امكانياتي انا الشخصيه وشركاتي وعيلتي، واتمنى ان احنا نقدر يعني نوصل للحد الاقصى المطروح يعني. بس بصراحة حضرتك يعني الأسرة مثلا، لا انت ده رقم كبير، 20 مليون جنيه على يعني على أي حد، حتى لو رجل أعمال، يعني برضو ده رقم كبير. فمحدش بيقولك في العيلة، يعني انت عارف ان انت مش هتكسب الانتخابات، فليه هنصرف الفلوس دي؟ حرام، ده احنا كان ممكن نتبرع بيها، او حتى يعني ندعم بيها أعمال العيلة. انه يعني في حدش قال لك اتس ويست، هذه مضيعة للأموال؟ لا هو طبعا بيبقى فيه عمليات يعني تصورات معينه الواحد بيقراها في عيونهم يعني، لكن هي الفكره كلها كلنا عندنا الحس الوطني والشعور الوطني ان احنا نعمل حاجه كويسه. انا النهارده شايف ان انا دوري ممكن يبقى اضافي كويس، ويقدر يبقى له مردود كويس في المرحله ديت. مش مهم بقى الفلوس، الفلوس ديت يعني بتخرج تيجي. احنا اشتغلنا كتير وعندنا شغلنا وعندنا شركاتنا الحمد لله، فانا ما بتكلمش في حته الماديات، وما اقدرش اتكلم كمان ان انا اخترق هذه الماديات بحجم ابعد من كده يعني. كل حاجه ليها حدودها، ولكن انا شايف ان والا ما كانتش الهيئه الوطنيه حددت هذا السقف يعني. وبعدين التبرعات محدوده يعني، اي حد هيتبرع لغايه 2%، وبعدين الاهداءات هي المفتوحه، ولكن انا ما عنديش حد يعمل لي هذه الاهداءات يعني. بس مالهاش دعوه بال 20 مليون بتاعت الحد الاقصى يعني. طيب يعني هل إذا شفت إن مثلا أجهزة الدولة بتدعم الرئيس السيسي، أو إنه المرشح اللي أمامك استخدم مثلا أي أدوات للدولة لأنه رئيس جمهورية، هل هتعترض ولا هتقلق بصراحة؟ لا حضرتك، أنا في مرحلة ببص للأمور الانتخابية بطريقة مختلفة. أنا داخل في انتخابات رئاسية أتمنى إني أفوز فيها، ولكن في نفس الوقت انا مش داخل اعمل مشاكل زي الناس اللي مشاكل. انا شايف ان رئيس سيسي وانا في نفس الاتجاه الفكري. انا شايف ان احنا من 30/6 كنا متوازيين مع بعض في حاجات كتيره جدا. احنا قمنا الدور وهو قام بدوره الرئيسي، فانا مش شايف ان احنا مختلفين في المبادئ، ولكن واحنا داخلين كعداوه في نفس الوقت. احنا داخلين لصالح هذا الوطن باداء محترم، وانا عارف حجم رئيس سيسي وعارف ارضيته وشعبيته، ف انا لا تعالى في هذه النقطه، بل بالعكس انا بقول انا عايز اعمل اداء محترم، واتمنى ان انا افوز اذا وفاني الحظ، كل حاجه ممكنه يعني. ولكن الاسلوب بتاع ان احنا داخلين في تحدي وكلام من ده، انا مش وارد عندي هذا الكلام. لا يعني لو شفت ان مثلا الهيئات الحكوميه بتستخدم ادواتها وهي بتدعمه، ده طبعا غير قانوني، هل هتقف هنا وتقول لا انه كده المرشح الاخر سواء برغبته او حتى الناس بتتبرع، يعني انت عارف التبرعات بقى الدوله بقى والحكومه والناس بتحب تتبرع، فلو شفت كده هتعترض؟ اصل ده المنافسه. ايه يا فندم المنافسه؟ ان انا ما اسمحش للمنافس بتاعي ان هو يفوز. هو حضرتك طبعا انا اللي شايفه دعايه كبيره جدا معموله فعلا، بس شايفها اهداء من شركات اكتر منها من الدوله. فطبعا انا ما اقدرش اقول ان الدوله هتخش تعمل هذا. اولا الدوله ممنوعه، او القطاع الحكومي ممنوع ان يدعم اي حد من المرشحين، فانا ما اعتقدش ان هم هيخترقوا هذه الجزئيه، ولكن اذا اخترقوها اتمنى يدوني شويه من الاختراقات دي برضه. طبعا. هتعلن برنامجك انت امتى باشمهندس موسى؟ انا البرنامج بتاعي حضرتك هو برنامج فكره بتاع ما فيهوش انجازات كبيره، ما فيهوش حاجه زي ارضيه الرئيس عبد السيسي، لكن في فكر تنموي. عندي برنامج فكره يعني تنموي اكتر من الناحيه الماليه، ولكن ممكن اعرضه مثلا في اي وقت تحبي ونتكلم فيه ونتناقش فيه، لان انا شايف ان هو
ممكن يعمل تغيير في الاداء كبير، وبيدعم او بيغطي الفجوه الموجوده في الغلاء النهارده، ونقدر نعمل حاجه تتوازن مع الشباب ومع السيدات ومع الامور اللي احنا شايفينها وعايشينها حاليا. تطلب تناظر الرئيس السيسي او المرشح عبد الفتاح السيسي؟ المناظرات ده شيء متعارف عليه دايما في الانتخابات. حضرتك، انا راجل عملي واقعي، وانا مش شايف المناظره هتفيد اطلاقا، اكتر ان انا ما عنديش انجازات. اولا انا عندي برنامج، وعندي برنامج قد يصل الى مرحله معينه يفيد. اذا الرئيس السيسي طلب هذه المناظره وعايز يسالني في هذا الموضوع، انا هتكلم معاه طبعا، لكن انا مش رايح اتحدى انجازات الرئيس السيسي. انا مش شايف ان انا عندي مطلب للمناظره اساسا. طب يعني حضرتك يعني كل الكلام ده وبتقولي ان طموحك، يعني حضرتك مش عايز تناظر الرئيس سيسي، شايف شعبيه الرئيس سيسي، يعني كل الجمل فيها انه انا وعارف انجازات الرئيس سيسي، بس برضه بترجع تقولي ان طموحك انك تكسب الانتخابات، يعني لا يبدو هذا منطقيا يا فندم. هل شايف انه فعلا المواطنين بصراحه يعني هياخدوا حضرتك بجديه، العالم هياخدك بجديه، ولا ايه؟ انا اعتقد، ايوه اعتقد هاخدوني بجديه، وبجديه كمان ليها قيمتها، لان انا اللي بقدمه زي ما قلت لحضرتك، لما يبقى في فرصه نتكلم في برنامج هتعرفي حضرتك ان انا بطرح حاجه تانية خالص مختلفه. انا بستفيد من اللي موجود، ومثلا هو الرئيس سيسي بناه ده هنهده ولا هنكمل عليه؟ فانا بتكلم على اليات مختلفه في التعامل مع هذا الموضوع، ولكن هذا لا ما بيقولش ان انا بقول رئيس السيسي هو انجازاته هتبقى طاغية عليا، لا، ممكن برنامجي يبقى طاغي على انجازات حسب الظروف اللي هنشوفها كلنا مع بعض، بس انا واقعي بقول لك انا ما عنديش انجازات، انا عندي برنامج، والبرنامج دوت هيفيد المواطن المصري، هيفيد الشعب المصري، لانه في اليات مختلفة تماما، وهتقربنا من امور كلنا بنبحث عنها. فلما يطرح البرنامج طبعا هيناقش حضرتك، هتناقشيني، غيرك هيناقشني، هيقول لي اكيد هنناقش حضرتك، بس انا عندي سؤال. يعني دايما في المنافسه انا بعترض على المنافس، بقول ان هناك خطا ارتكبه، او ان هناك اللي هو بيفكر فيه ده غلط، وانا عندي الحل الصح. لو اخترت موضوع واحد واتكلم على موضوع واحد، شايف ان لديك حل افضل مما قدمه عبد الفتاح السيسي في الاربع سنوات التي كان فيها رئيسا لمصر، ايه هو؟ هو حضرتك المقارنه عشان برضه نقرب المسافه بيننا، هو رئيس عمل انجازات ضخمه جدا، بانتهاك ضخمه جدا، وانا بقول هذه الانجازات هي راس مال الشعب المصري، اموال الشعب. انا النهارده دوري ان انا استفيد من هذه الانجازات واكمل عليها، ولكن استكمال عليها عشان اعمل توازن للدخول والعجز والفجوه الاقتصاديه الموجوده هتتطلب يمكن سنتين ثلاثه في الوضع الطبيعي، لكن انا شايف ان انا عندي اليه ان في خلال 6 شهور هنغير حاجات كثيره جدا بالنسبه لناسنا شبابنا ونغطي. 6 شهور؟ اه 6 شهور. انا بغطي. لازم اسمع البرنامج ده يا فندم بتاع الست شهور. طبعا انت هتعرف حضرتك يعني هنتناقش فيه، بالعكس ان اي تعديل في البرنامج ده مطلب مطلوب من الناس كلها، اي حد يناقشني فيه ولو في اخطاء فيه نشوف نعالجه ازاي. لا ده محتاج حلقه يا فندم، تنورنا كده عشان اسمع الموضوع. 6 شهور ده مهم جدا، بس حضرتك قدامك فرصه للتنازل يوم قبل يوم 1 مارس، مش بتفكر يا باشمهندس موسى ان بدل ما تصرف ال 20 مليون جنيه والاسره بقى تقول لك حرام عليك الفلوس اللي انت صرفتها دي، فلوسنا وفلوس العيال، انك يعني تتراجع تتنازل في اخر لحظه؟ وعارفه لو كان عندي ال 40 مليون كنت صرفتهم، بس انا ال 20 مليون ماشي فيهم، يعني اتنازل حضرتك. بتمنى لك التوفيق مهندس موسى مصطفى موسى، المرشح المرشح لرئاسة الجمهورية، ويعني بيقول ان عنده برنامج يمكن ان يحسن اوضاع المصريين خلال 6 اشهر، لكن يبدو متفقا مع منافسه المرشح الرئيسي اللي هو عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني انا يعني هو بيحاول يكون واخد الامور بجدية، بس يعني ما هو واضح يعني ان هو لا يمكن، احنا عندنا مرشح رئيسي هو ده ذو الشعبية، بس يعني المفروض ما نتكلمش في الموضوع ده، خلينا طبعا على الحياد. طيب دكتور محمد ابو شوقة، المتحدث باسم حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا. يعني بداتم الحملة الانتخابية الان، ايه اهم تفاصيل عندكم، محاور؟ هل ترى انه شعبية الرئيس السيسي محتاجة انكم تعملوا حملة انتخابية ولا ايه؟
طبعا تحياتي لحضرتك اولا وللجمهور حضرتك الكريم، وعايز بس اوضح ان احنا زي ما سيادتك تعلمي ان اليوم السبت بدء فترة الدعاية الانتخابية وفقا للجدول الزمني المعلن عنه من الهيئة الوطنية للانتخابات. احنا اول اجراء بدأنا به في هذه المرحلة وان احنا توجهنا الى هذه الهيئة الموقرة وحصلنا على الخطاب الموجه منها الى احد البنكين المحددين اللي هو بنك مصر والبنك الاهلي لفتح الحساب البنكي وفقا لما حدده القانون وقررت الهيئه في هذا الشان، فهو الحساب الوحيد الذي يجوز ان تودع فيه المبالغ المحدده للانفاق على الدعايه الانتخابيه في الفتره المحدده لها وفقا للسقف المعلن وهو 20 مليون جنيه وفي الحدود التي نظمها القانون في شان التبرعات وقبولها من اشخاص محدده في القانون وبسقف محدد مقطوع للتبرع لا يجوز التجاوز فيه ابدا. فهذا هو الاجراء الاول الذي عنيت الحمله باتخاذه في اليوم الاول لبدء مساله الدعايه الانتخابيه. هل فعلا تقوموا بحمله دعايه انتخابيه ولا بتروا مثلا انه مرشحكم بالفعل يعني بيعلن عن انجازات، لديه انجازات واضحه على الارض، يعني عنده افعال حقيقيه وانتخابات تقريبا تكاد تكون محسومه، هل هتعملوا حمله انتخابيه؟ يعني رئيس سيسي هيلف او المرشح عبد الفتاح السيسي هيلف في المحافظات يحاول ان يقنع المواطنين ولا ده مش وارد؟ هتصرفوا 20 مليون جنيه يعني ولا ايه؟ بص يا فندم، اولا بس انا قلت لحضرتك ان احنا الاجراء الاول اللي اتخذ، الاجراء الثاني اللي احنا بنعكف عليه من اليوم وغدا وهو مساله الاستقرار النهائي على شكل اللوجو الخاص بالداعيه الانتخابيه، الملصقات او الشعارات التي سوف تستخدم الموضح فيها طبعا اسم المرشح والرمز المعلن وهو رمز النجمه والرقم المحدد له وهو الرقم 1 في ورقه الاقتراع، ومحدد فيه كذلك موعد الانتخابات اللي هتبقى طبعا مشار فيها لهذه الملصقات بتستخدم في الدعايه في الداخل اللي هي ايام 26 27 28 مارس بمشيئه الله تعالى. هذه الخطوه الثانيه اللي احنا بنعدلها الان وسوف ننتهي منها في غضون اليومين القادمين بمشيئه الله تعالى. اما ردا على استفسار سيادتك، بالقطع الحمله الرسميه للمرشح عبد الفتاح السيسي معنيه بشكل واضح بالعمليه الانتخابيه وبتتعامل معها بمنتهى الاحترافيه وبمنتهى الدقه وبمنتهى الاهتمام والعنايه. ومن اخص هذه المسائل ان هناك جدول سوف يتم الاعلان عنه ايضا خلال الايام القليله القادمه موضح فيه الفعاليات التي سوف تجريها الحمله في فتره الدعايه سواء في المحافظات المختلفه او حتى في المقر الرئيسي للحمله، ما يتصل منها باللقاءات الشعبيه او حتى ما يتصل منها بلقاءات تتعلق ببعض الفئات المحدده وفقا لتصنيف معين راعت الحمله أن تكون اللقاءات فيها نوع من أنواع التصنيف، منها قطاعات تتعلق بالمرأة، قطاعات تتعلق بالمهنيين، قطاعات تتعلق ده الرئيس ده المرشح نفسه هيقوم بهذه اللقاءات ولا الحملة هي اللي هتقوم باللقاءات؟ الجدول المعلن يا فندم سيوضح هذه المسألة، لأن طبعا لا يغيب على الأذهان أن كما أعرضت في الحديث الأول مع حضرتك أن 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 هناك صفتين، الصفة الرئاسية التي لا تزال بيمارس من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه وصفته الانتخابيه كمرشح. فده طبعا بيلقي عليه عبء ثقيل جدا، زي ما حضرتك تعلمي ان الجدول اليومي المتعلق بالصفه الاولى بيسير كل يوم في مهام الرئاسه واللقاءات والفعاليات والانشطه الخاصه بالرئاسه، جنبا الى جنب مع مساله بدء فتره الدعايه الانتخابيه سوف تكون هناك ايضا بعض الفعاليات التي سوف يتناولها ويشارك فيها المرشح بنفسه، لكن الاعلان عنها بشكل واضح وصريح امر لابد ان نراعي فيه ولو من طرف خفي. الصفه الاولى لاعتبارات كثيره تتعلق بتواجده بشخصه او الاماكن اللي قد يتواجد فيها وغير ذلك من الاعتبارات لابد ان نراعيها حتى ونحن نباشر هذا العمل في الحمله، لان في خط تماس صحيح في فصل كامل لكن في خط تماس اخص المسائل المتعلقه بالامن الشخصي له التي لا تنفك عنه حتى حين يتحرك
في اطار الحمله باعتباره مرشح. طيب انا سمعت حضرتك بتقول انه يمكن يكون الهم الاول للمرشح عبد الفتاح السيسي او الرئيس عبد الفتاح السيسي هو دعوه المصريين للنزول بكثافه بارقام كبيره. بصراحة هل تشعرون أنه لأن النتيجة شبه محسومة فموضوع الأعداد والإقبال قد يكون مقلقا؟ أن الناس أنت عارف المصريين لما ما بيشعروش بالخطر، لما ما بيشعروش بالمنافسة، مش دايما بيكون إقبالهم كبير. هل تشعروا أن هو ده بقى الهدف الأساسي اللي يجب أن تركزوا عليه، هو زيادة الإقبال وأن الناس كتيرة تنزل؟ هو فندم أجاوب على هذا السؤال بمنتهى الأريحية ومنتهى الصدق. أي شخص يطرح نفسه للمنصب الأهم في أي دولة وهو منصب رئيس الدولة وبيطرح نفسه على الجمهور لانتخابه لابد أن يكون لديه قدر من الثقة في أن لديه حظوظ وافرة ووفيرة للحصول على هذا المنصب. طبعا هذه المسألة بالنسبة لنا طبعا مسألة لابد أن تكون بداخلنا، ولابد أن نعترف أننا نعمل من أجل إنجاح هذا المرشح بأمر الله تعالى. لكن أنا قلت قبل كده وأكرر أن الحالة المصرية حالة لها وضع خاص. ربما وضع المرشح عبد الفتاح السيسي اليوم في شأن أن له الحظ الأوفر بفضل الله تعالى في الفوز بالانتخابات هو شبيه أو مطابق لما كان عليه الوضع في 2014، لكن كان كذلك الأهم في 2014 وهو بذات الدرجة من الأهمية ربما الآن أكثر، أن يكون هناك تواجد شعبي جارف ومشاركة شعبية حاشدة أمام صناديق الاقتراع، لأنه كما كنا في 2014 نريد أن ننقل إلى العام رسالة تضحك كل الفري الذي كان موجودا قبل انتخابات 2014، نحن الآن في اختبار جديد نحتاج من خلاله أن تكون الإجابة إجابة شعبية واضحة، ليس مجرد اجتياز المرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات وتجديد الثقه فيه من جانب الشعب لفتره ولايه ثانيه بامر الله، بقدر ما يكون هناك تعبير عن ان هناك وعي لدى المصريين في ان هناك مشاركه حقيقيه شعبيه بتعبر عن انحياز للحاله المصريه وللدوله المصريه الحديثه ايا ما كان شخص الرئيس او ايا ما كان اسم المرشح الذي يختاره الشعب في هذا الصوت. فبالقطع من شواغل المرشح واولويات الحمله بشكل واضح وصريح، وان احنا نسعى الى خلق حاله ايجابيه تحفز المصريين نحو الخروج. انا باشاطر سيادتك تماما ان من العقبات التي تواجه اي حمله انتخابيه هو وجود حاله من حالات الشعور لدى المواطن ان امر النتيجه ربما يبدو محسوما او يعني ان الكفه تبدو راجحه لدى المرشح على حساب اي مرشحين اخر. ده من العقبات، وده بيضع عبء على كاهل الحمله اكثر في ان هي تسعى الى اقناع الناس والى خلق الحاله الايجابيه لدفعهم للمشاركه. يعني انت عندك المره دي القصه مش المنافسه، عندك فعلا العقبه الاساسيه او التحدي الاساسي مش هو المنافس، ولكن التحدي الاساسي هو العدد، وهو ان انت تقدر تخلي المصريين ينزلوا، مش فكره اقتناع او عدم اقتناع، ولكن فكره ان هو لما بيشعروش بالمنافسه الحقيقيه بيبقوا يعني يمكن يعني مش متحمسين قوي ان هم ينزلوا بشكل كبير، فهو ده يمكن التحدي الاساسي. لو اعود بسيادتك الى الكلمه التي القاها هنا بستخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه القاها بصفته الرئيس في ختام مؤتمر حكايه وطن حينما اعلن عن رغبته في الترشح مره اخرى، ختم هذه الكلمه بكلمه او خطاب رساله موجهه للمصريين، قال لهم صراحه اذا كان لي لديكم يعني أن أطلب، فأنا أطلب من المصريين أن ينزلوا بكثافة للمشاركة في الانتخابات أيا مكان الوجهة التي سيتجه إليها صوت المصري حين يدلي به في صندوق الاقتراع. إحنا بنتمسك بهذا الملتمس وهذا المطلب، وهو ده الشعار ربما الحقيقي للحملة، أننا سوف نسعى إلى طرق كل باب في كل ناجع وفي كل قرية وفي كل شياخة وفي كل مدينة وفي كل مركز وفي كل محافظة من محافظات مصر، نطرق هذه الأبواب على الجميع من المصريين، نطلب منه، ننقل إليهم طلب المرشح عبد الفتاح السيسي لينزل المصريون إلى الانتخابات ليرسلوا رسالة جديدة للعالم. وأنا أرجو معلش أن تتحمليني من نافذة حضرتك المحترمة أن أخاطب المصريين وأقول لهم أن الأمر أكبر بكثير من تأييد السيد عبد الفتاح السيسي،
الأمر يتعلق الآن بتأييد الوطن، ليس لأن الوطن هو عبد الفتاح السيسي أبدا، مصر أكبر من الجميع، ولكن لأن مصر في اختبار حقيقي. كلمة المؤامرة التي تحاك لم تعد الآن مجرد مسألة نظرية بنتحدث بها أو نبررها أو نضعها ككلمة في سياق عابر، لا، هي مسألة حقيقية واقعية. ومن أهم الأمور التي تعصف المؤامرات التي يتعرض لها الوطن الاصطفاف الشعبي. هذا الاصطفاف الشعبي له مظاهر وله شواهد، مش مجرد أني بقول في اصطفاف شعبي، لا، لابد أن أدلل عليه. المظهر الأهم الذي يعني العالم كله أن يجد الشعب يقف أمام صناديق الاقتراع، فدي الرسالة واضحة أن هذا الشعب لديه وعي، هذا الشعب في اتصال حقيقي وتواصل فعلي بينه وبين دولته، بينه وبين وطنه، فبينزل في المناسبات الأهم ليعبر عن وجوده، وهذا الوجود هو الذي يشكل حائط الصد المنيع في مواجهة أي مؤامرة أو أي تدخل. وأنا قلت كلمة وأكررها من حضرتك، أنا بقول لكل المصريين لابد أن تعتبروا أن كل صوت يوضع في صندوق الاقتراع سواء أكان لعبد الفتاح السيسي أو لأي مرشح آخر هو قرين ومساوي للطلقة التي يتلقاها كل جندي مصري من القوات المسلحة أو من الشرطة المصرية في سيناء في معركة الشرف في مواجهة الإرهاب. يعني إذا كان هناك رجال يقاوموا ويقاتلوا نيابة عنا وعن العالم يتلقوا في صدورهم هذه الطلقات، أنا بقول لكم أن الطلقات التي بيد كل امرأة وكل رجل تتمثل في صوته الذي يستطيع أن يضعه في صندوق الاقتراع يؤازر به ظهر ويقف في ظهر هذا الجندي الذي يقاتل، يقف به في ظهر دورته في ظهر هذا الوقت. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد بهاء أبو شقة، متحدث باسم حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، وهنا هو المرشح وليس الرئيس. أنا عندي تعقيب واحد، أولا طبعا من النهاردة لا أستطيع، يعني لا يجب أن أنا أكون يعني فعلا في المنتصف وفقط نوجه أسئلة للطرفين، لكن احنا كنا بقالنا أسبوع بنحاول أن احنا نجري مناظرة عن المقاطعة، والحقيقة ان احنا يعني الطرف الرافض للمقاطعة كان جاهز وسهل، وكان معانا الدكتور عبد الحليم أنديل، وكان معانا زميلنا ضياء رشوان. على الجانب الاخر بقى فشلنا، وبقول فشلنا في اقناع المعارضة انها تجلس امام الموالاة، وده كان موقف صعب جدا بالنسبة لي. يعني كان دايما واحنا بنعمل شغلنا اسهل حاجه نجيب المعارضه، في طول حياتنا طول حياتنا في من الزمانات زي ما بيقولوا يا جماعه ايه هاتوا لنا صوت معارض، صوت معارض ده سهل جدا، المعارضه دايما كانت جاهزه وكانت موجوده وكانت بتتكلم وكان صوت عالي وكل الكلام. احنا النهارده قدام موقف غريب جدا وانا منزعجه جدا منه، انه ماشي احنا بنتهم باغلاق المجالات وبان المجالات منغلقه وانه ما فيش مكان، ادينا هو بنفتح المجال وادينا هو بنقول يا جماعه احنا عايزين نتناقش ونتناظر فيما يتعلق بالمقاطعه. وعلى فكره احنا بنتكلم على مقاطعه الانتخابات، ده بيفتح كل حاجه، يعني بيفتح المشروعات القوميه وبيفتح تيران وسنافير كل حاجه بتتفتح، لكن المعارضه رفضت. يعني احنا كلمنا مثلا لو اذكر يعني ما بين خليل وبين الزملاء كلمنا حوالي 12 حد، 12 شخص مثلا، 12 13 شخص من قوى المعارضه من رموز المعارضه اعتذروا. انا من قيادات الحركه المدنيه طبعا، اكيد انا مش هكلم التيار الديني اكيد، يعني مش هكلم الاخوان، وانا بأجدد مره اخرى هذا الطلب على الهواء مباشره، بأجدده مره اخرى ان احنا عايزين نعقد في هذا البرنامج مناظره بين تيار الرافض للمقاطعه والتيار المؤيد لمقاطعه الانتخابات كما اعلنوه في مؤتمر صحفي على مرأة ومسمع من الجميع، واحنا اذعنا جزء من هذا المؤتمر. لو جزء من الشغل بتاع انتخابات الرئاسه هو فتح المجال فعلا، فارجوكم ساعدونا نفتح المجال. يعني على فكره احنا كمان تحت نفس الضغوط، لكن وانا بوجه كلامي للمعارضه احنا تحت نفس الضغوط بس احنا بنحاول، انتوا بتقعدوا في اوضه وتقفلوا على نفسكم الباب والموضوع خلص ومقاطعه وخلصنا، لكن احنا بنفضل نحاول وبنفضل نضغط وبنفضل نحاول نفتح المجال حتى المجالات المنغلقه. ف
بوجه كلامي مرة أخرى للمعارضة، أرجوكم ساعدونا، أنتوا مش راضين تقعدوا قدام الطرف الآخر، وده بالنسبة لي مزعج جدا، يعني الحقيقة بالنسبة لي مزعج جدا. في الحقيقة إن ده بيساعد في غلق المجالات وبيساعد في تكميم الأفواه، لو كنا بنتكلم بقى على تكميم الأفواه وغلق المجالات. إحنا عايزين مناظرة واضحة على الهواء مباشرة، ما فيهاش فخاخ، عشان بس أي حد يقول لك أنتوا عاملين لنا فخ، أنا ما بعملش فخاخ لحد، وما فيهاش فخاخ، وإحنا جاهزين نعملها في أي وقت. النهاردة دكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء عقدوا مؤتمر صحفي بيتكلموا فيه على بيستعرضوا فيه كل التفاصيل فيما يتعلق بمستلزمات الغذاء، السلع التموينيه، البطايق مثلا هتشتغل ازاي، خاصه ان ما فيش نتورك مثلا، فهل هتشتغل يدوي ولا لا. خلونا نسمع جزء من هذا التقرير. فكر ان يبقى في احتياطات استراتيجيه ده موجود، والحمد لله، واحنا فعلا ماشيين بتلك التوجيهات كمديرية تموين، والمحافظة مصر يعني متابعة هذا الكلام تماما. في نفس الوقت احنا سواء المنافذ اللي هي كانت موجودة سواء لشركة السلع او للتعاونيات ده موجودة الحمد لله مغطية المراكز، خاصة طبعا عندنا المركزين اللي هم فيهم الكثافة السكانية حاليا اللي هو طبعا مدينة العريش ومدينة بير العبد، فالمنافذ اللي هي موجودة مغطية، بالإضافة إلى أن احنا بنعمل كمان منافذ متحركة، يعني وخاصة بعد يوم 9/2 أن احنا بيبقى فيه مناطق ممكن يعني محتاجة أن هي تتحرك شويه عشان تروح مكان اخر، فبنعمل المنافذ المتحركه، وفي جهات اخرى هي قايمه بهذا الدور بتوفر المنافذ دي اللي هي في صوره عربيات طبعا، وكان عربيات حجمها صغير 1.5 طن، دلوقتي في الطريق ان احنا نخليها عربيات اكتر من 1.5 طن، يعني عربيات كبيره عشان تقدر تستوعب الكميات اكبر لتواجدها في تلك المناطق. الظروف اللي موجوده تم اعتماد ان يتم الصرف يدوي، وكل من له حق في الصرف يتم الصرف له، لسبب هناك بعض الاوقات الاتصالات ما بتبقاش سليمه، وهذا الموضوع بيتاخد بيه قرار بحيث نتاكد ان كل من له حق في التموين بيحصل عليه. واعتقد يمكن حضراتكم ما سمعتوش اي شكوى من شمال سيناء لاهتمام معالي الوزير المحافظ، اهتمام المديريه، اهتمامنا باهلنا في سيناء، لابد ان احنا نتواكب مع الظروف. دكتور علاء فهمي رئيس الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، دكتور لو تطمئنا على وفره السلع الغذائيه وكل المستلزمات في شمال سيناء. يا اهلا وسهلا يا فندم. أنا في البداية بحب أوجه التحية لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة على الدور الفعال اللي بيقوم به في منطقة سيناء. تحية لأسر الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة. بالنسبة حضرتك للسلع، إحنا عندنا عدة منافذ موجودة في شمال سيناء، منافذ ثابتة، منافذ متحركة، بالإضافة إلى منافذ جمعيتي دي موجودة، هذا بالإضافة إلى البدالين التموينيين. هل في عدد لهذه المنافذ يا دكتور؟ طبعا يا فندم العدد معروف ومحدد. أيوة كام؟ يعني هو ما فيش جهة نحن نقول الأعداد بالضبط، يعني عارفة العمليات اللي بتتم في سينا دلوقتي، مش عايزين نحبز ونقول الأعداد كام بالضبط، لا ربما يتم استخدام خاطئ من قبل الارهابيين او الناس. لا بس عشان نقول للناس انه في شمال سيناء مثلا في عدد كذا من المنافذ الموجوده، عشان الناس تطمن ان كله انها تقدر تجد مستلزماتها في اي وقت. لا المنافذ موجوده يا فندم بوفره من السلع، من المنافذ الثابته والمتحركه زائد جمعيتها. متحركه يعني. انتوا زودتوا بقى المنافذ المتحركه بعد العمليات ولا قللتوها؟
لا 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 في لا ما قللناش المناخ المتحركه. دي موجوده باستمرار وموجوده بوفره وكثافه خلال العمليات. وطبعا كان خلال هذا المؤتمر في كان مؤتمر تنسيقي من معالي الوزير التموين والتجاره الداخليه الدكتور علي المصلحي والسيد الوزير المحافظ لواء اركان حرب السيد عبد الفتاح عرفور. تم الاتفاق على اليات دخول السلع بطريقه امنه. ايه الشكوى الاساسيه بقى كانت لاهل سيناء في هذه الاوقات؟ لا هو طبعا ده شيء طبيعي احنا بنقول لما يكون في اثناء عمليات الناس اللي بيبقى في تاخير في دخول السلع ومرورها وكده للجهات طبعا وده شيء لابد منه يعني لازم التفتيش الجيد على كل عربيه داخله مش معقول عربيات هتعدي كده نقول في ازمه او في حاجه وما يتمش التفتيش لا بالفعل لازم يتم تفتيش ولكن دلوقتي مع استمرار العمليات هناك الناس بدات تاخد على كده وبالتالي العربيات بتاعتنا بتخضع للتفتيش الجيد من قبل القوات المسلحه من قبل اجهزه الشرطه وبالتالي بيتم دخولها للاماكن بتاعتها. طب الناس بتشتكي بس يا فندم انه نتيجه يعني بالذات الحاجات الطازجه من خضروات وفاكهه وكده قليله ونتيجه قلتها التجار بيستخدموا ده برفع الاسعار وبيغلوها بشكل كبير. ده كلام جيد يا فندم هو بالفعل دلوقتي احنا بنشتغل على السلع التموينيه والسلع الغير تموينيه بالاضافه الى الخضروات، احنا حاليا ما بنشتغلش في الخضروات ولكن طبقا لطلبات السيد الوزير المحافظ احنا هنلبي هذه الرغبات وهيتم توفير الخضروات بطريقه او باخرى دي بطريقتنا وهندخلها ان شاء الله للمنافس بتاعتنا هناك في سيناء. يا ريت امتى يا فندم امتى يا دكتور؟ ده اعتبارا من باكر ان شاء الله يا فندم احنا مستمرين احنا لا بس موضوع الخضار ده لانه احنا سمعنا شكوى كتير من اهل سيناء في القصه دي الحاجات الطازجه الخضار والفاكهه والفراخ وكده السلع التموينيه غير الاساسيه الزيت والسكر ماشي بس الناس ما بتاكلش زيت وسكر بس الناس بتاكل زيت وسكر وخضار وفاكهه الغير تموينيه الغير تموينيه زي الجبن والزبادي والالبان البيض وهكذا والصلصات والمكرونه كل الكلام ده يا فندم موجود هناك بوفر لكن انا بتكلم على الحاجات الثانيه الخضروات الخضروات دي الخضروات الطازجه والدواجن بنوديها واللحوم بنوديها دلوقتي اما الخضروات الطازجه دي كانت مهمه استضافيه لينا ان شاء الله ومعالي الوزير كلفني بتدبير هذه الخضروات الطازجه طبقا من بكره من باكر ان شاء الله يعني الحاجه هتبقى موجوده في المنافذ من ايه بعد بكره مثلا نقول من بعد بكره احنا نبتدي نجهز نفسنا من بعد بكره ان شاء الله الخضروات هتكون في اماكنها داخل المنافذ بتاعتنا. شكرا دكتور علاء فهمي رئيس القبضه للصناعات الغذائيه، معي ايضا دكتور صلاح سلام نقيب اطباء شمال سيناء وعضو مجلس قومي لحقوق الانسان. المستشفيات في سيناء يا فندم والوضع الطبي بقى والصحي للناس، هل في مستلزمات ادويه ناقصه؟ هل في ناس عايزه حاجه؟ اكيد بتسمعوا صوت الناس فيما يتعلق بالوضع الصحي. استاذ لميس مساء الخير اولا الحقيقه انا مش معني بس بالصحه لان انا يعني عضو مجلس قومي لحقوق الانسان وكل ما يهم الحياه والانسانيه معني بها عايز اقول لك على يعني باحترامي الشديد لكل ما سمعت في المؤتمر الصحفي وما والمداخلات انا لو كان في وقت كنت بعت لك صور الناس اللي واقفه على المنافذ على كل منفذ واقف طابور لا يقل عن كيلومتر كيلومتر الطوابير فمستحيل نقول انه الحاجة متوفرة والناس واقفة على كل منفذ كيلومتر اول 10-20 واحد بياخده وبعد كده الحاجة بتخلص دي منافذ التموين منافذ التموين والشركة لا القابضة لا لا خالص أمال إيه؟ منافذ القوات المسلحة اللي هي الخدمة الوطنية للقوات المسلحة هي اللي بتبعت فقط لغاية النهاردة ما فيش حاجة غير الخدمة الوطنية للقوات المسلحة هي اللي بتدخل الفراخ وتدخل اللحوم وتدخل الخضار لكن بتدخل في عربيات صغيرة العربية طن أو طن ونص قوامها وطبعا يعني لا تكفي إلا يعني لو قلنا نسبة وتناسب يبقى نقول 1:40
طيب خليك معايا دكتور صلاح، كلامك مهم جدا. وانا رجع لنا دكتور علاء فامي تاني رئيس القبضه للصناعات الغذائيه. دكتور علاء، ما اعرفش سمعت دكتور صلاح سلام ولا لا، هو نقيب الاطباء في شمال سيناء وعضو مجلس قومي لحقوق الانسان، بيقول انه مع احترامه للكلام اللي حضرتك قلته، لا توجد سلع الا في المنافذ المتحركه للقوات المسلحه، ودي ما بتبقاش باحجام كبيره، دي بتبقى باحجام يعني مش بضخمه، والناس بتقف كيلو متر على هذه المنافذ، وانه لا توجد منافذ اخرى فيها اي من السلع. لو ممكن ترد لو سمحت. بص يا فندم، هي المنافذ اللي موجوده زي ما احنا شايفين على الشاشه قدامنا في القوات المسلحه، القوات المسلحه واضح طبعا من طبيعي. انتوا بقى فين منافذكم؟ ده سؤالي كان. المنافذ بتتحرك يا فندم في اماكن متعدده، من العريش بير العبد، ودي طبقا للتوجيهات اللي بيتم تحريك السيارات فيها. طيب دكتور صلاح، حضرتك سمعت؟ أنا سامع حضرتك. أنا بقول إنه يعني معالي وزير التموين، وأنا على تواصل مع مساعد الوزير الدكتور أيمن حسام، استجاب لي وبعت النهارده فعلا 7 عربيات زبادي ومنتجات ألبان. نعم يا فندم. منتجات ألبان. أيوة. وصلت النهارده كمية الدقيق كافية، مفيش أزمة في العيش، لكن اللي عايز أقول لحضرتك إنه الرز والسكر والحاجات دي مش هي دي السلع. السلع يعني خضروات. انا عايز اقول لك مفيش في شمال سيناء بالكامل كيلو بطاطس، مفيش. ودي انت عارفه الاطفال اول مره توصل الزبادي من 16 يوم النهارده منتجات الالبان. بالاضافه الى انه طبعا مفيش حركه خالص، فعمال اليوميه ما بيشتغلوش 16 يوم النهارده، ما حدش بيشتغل، عربيات الاجره واقفه لانه مفيش بنزين، مفيش حد بيركب عربيات. المرضى الفشل الكلوي اللي في اماكن بعيده لا تستطيع الوصول الى المستشفيات لانه ما فيش شبكه يتصلوا بالاسعاف، وما فيش عربيه توصلوا لانه ما فيش بنزين. ففي بعض الحالات لا تصل الى المستشفى وعدت جلساتها، ميعاد جلساتها عدى. بعض الادويه الضروريه في الصيدليات التي تخص مرضى بدات تنفذ من المصمت. وده كلام مهم جدا ان يسمعه مثلا وزير الصحه، ان هو لازم يبعت. يعني نحن نقدر العمليات القتاليه اللي موجوده، وعارفين ان احنا سينا دي منطقه عمليات، لكن لازم نراعي الناس اللي موجوده. الوقود تعتمد على انابيب الغاز برضو وصل عدد منها لكنه غير كافي. كل اللي بيوصل بتوصله القوات المسلحه. فانا عايز اقول تحيه مش بس للقوات المسلحه علشان المواد الغذائيه، تحية لكل قطرة عرق، لكل جندي، لكل ذرة غبار على تغبر قدم أي جندي على أرض سيناء. التعاون بين أهل سيناء وبين القوات المسلحة على أكمل وجه، برغم المعاناة وبرغم ما يعانون وما يكابدون، بيستقبلوا عمليات التفتيش بالزغاريد، لأنهم كانوا يتمنوا وينتظروا الخلاص من هذا الكابوس المخيف الجاسم على صدورهم من أكثر من 6 سنوات. لكن لكي تستمر الحياة مطلوب أن يعني أبسط حاجة اللي هو وسائل العيش الكريمة. صحيح. مش معقول الناس تقف طول اليوم تستنى كيلو طماطم، مش معقول الواحد يقف في الطابور علشان ياخد كيلو لحمه. طب وده كلام مهم دكتور علاء. دكتور علاء فهمي، انت وعدتنا انه الشركه القابضه للصناعات الغذائيه هتبتدي تشتغل في توريد الخضروات واللحوم وغيره يعني من بكره. تمام يا فندم، زي ما قلت لحضرتك احنا ما بننقلش خضار، ولكن معلش بقى، ما احنا في كل بص احنا في الاوقات الاوقات الامرجنسيز بنعمل كل حاجه، كلنا بنعمل كل حاجه. اسمعي حضرتك بيدي الكلام، بنقول اللي احنا بنقوله ايه، ولكن دي توجيهات من معالي الوزير، ولازم نقف جنب ولادنا واخواتنا في سيناء. عشان كده اخذنا هذا التكليف اليوم. طيب. هذا التكليف اخذناه النهارده ومن بكره بنشتغل عليه. اي كميه من الخضروات هيتم نقلها بواسطه الشركه القابضه، وانا اظن كمان انه وابنائنا اكيد القوات المسلحه برضو لديها مخزون من يعني هي كمان تقدر انها تورد خضروات. انا عارفه بس الخدمه الوطنيه عندها الادوات دي، وعندها انها اسهل انها تدخل الشاحنات، وان التفتيش ده يكون اسهل بالنسبه لها. فبرضو بنتمنى من القيادات في القوات المسلحه وبالذات في هيئه الخدمه الوطنيه ان هم يدخلوا الخضروات، الفواكه،
عليه اللحوم، الدواجن، حتى في منافذ المنافذ بتاعه القوات المسلحه، رغم ان ده مش دورهم، ده دور القطاع المدني. كلنا بنساهم يا فندم في سبيل توفر واتاحه السلع لاولادنا. دكتور صلاح، اذا حضرتك تكلمني على الوقود، البوتاجاز، الوقود، بوتاجاز الادويه، العالقين. في ناس عالقه في مصنع الاسمنت بقى لها 15 يوم، لازم يعمل لهم تنسيق ويدخلوا عند بيوتهم. العالقين على المنازل لازم يدخلوا، لازم يتفتح الطريق ساعة ولا ساعتين تحت ضوابط معينة. إذا قدرنا نفتح منفذ رفح وندخل الفلسطينيين لغاية القاهرة، إذا احنا نفتح منفذ للناس تحت ضوابط، ويا رب واللي عنده مشكلة يتعدم فورا بدون محاكمة. بس إن احنا نمنع الطريق لأيام طويلة، وهناك مرضى يحتاجوا لمراجعة في القاهرة، هناك مرضى سرطان لديهم جرعات تحتاج إلى أنهم يأتوا لعلاجهم في القاهرة، وهكذا. هناك من يعمل في العريش وعالق في القاهرة، هناك من يعمل في القاهرة وعالق في العريش. أنا عايز أقول لك، واحد من ولادي شغله في القاهرة وعالق في العريش، وواحد تاني دكتور شغله في العريش وعالق في القاهرة. يعني ده انا مثل لك، ده ولادك نفسهم يعني، ولادي انا شخصيا. فيعني واكيد هذا ينطبق على الجميع يا استاذه لمين. طبعا يعني انا اتمنى يكون صوت حضرتك وصل كده، بانه يا جماعه الادويه، البوتاجاز، الوقود، العالقين، نفتح الطريق. يعني طبعا ده طبقا للقوات المسلحه لما تراه، طبقا للعمليات، ولكن احنا عايزين نسهل الموضوع. هيستمر مده طويله، والرئيس قال والقوات المسلحه قالت انها هذه دي معركه نفس طويل، مش معركه يوم واثنين وعشرة. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا عشان الناس تقدر تساعدنا هناك على الارض، المواطنين العاديين، لازم نوفر لهم احتياجاتهم، ونوفر لهم البيسكس او الاساسيات، الحياة الكريمة فقط. خلونا نخرج فاصل الأسبوع الماضي كنا بنتكلم على صفقة دولفينوس واستيراد الغاز من إسرائيل عبر القطاع الخاص، وطبعا الدنيا قامت حول هذه القضية، وفي معارضة لهذا الأمر، والرئيس قال رأيه أنه اعتبر أنه مصر تستعد لأن تكون مركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز وتسييل الغاز في المنطقة، في ضوء كمان اكتشافات البحر المتوسط وشرق البحر المتوسط المتنامية سواء في إسرائيل أو أبرس أو غيرها. النهاردة في بيان من، أو يعني يوم الخميس، مساء الخميس، كان في بيان من وزارة البترول بتؤكد أن هناك اتفاقات مبدئية ومباحثات بين مصر وقبرص، ليس فقط فيما يخص استيراد الغاز من قبرص وإعادة تسييل، ولكن أيضا في إطار مد خط أنابيب تحت سطح البحر بين قبرص وبين مصر ليكون منفذا لإعادة تسييل الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى، أو لتسييل الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى، وده عن طريق استخدام المعامل بتاعتنا سواء في دمياط أو إدكو، ودي معامل زي ما احنا عارفين واقفة تماما، فبالتالي المفروض أن المعامل دي إما تعمل على الغاز الإسرائيلي أو على الغاز القبرصي، ولسه الغاز القبرصي في مرحلة مبكرة جدا، ولكن بدأت بالفعل الاتفاقات، وقبرص نفسها أعلنت عن بدء الحديث مع مصر والنقاش مع مصر حول هذه الاتفاقات. على جانب آخر، هناك تحرشات عسكرية تركية مرة أخرى وللمرة الثانية بسفن إيني الإيطالية، شركة إيني الإيطالية، التي تحاول أن تنقب ويعني تستخرج الغاز من حقول جنوب قبرص في أفروديتي وحقول أخرى. مرة أخرى تركيا بسفنها الحربية تتعقب السفن الإيطالية التابعة لشركة إيني لتمنعها من التنقيب. الرئيس القبرصي، احنا عارفين طبعا أن العلاقات مقطوعة بين العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين قبرص وبين تركيا،
الرئيس القبرصي تقدم بشكوى للاتحاد الأوروبي أن دولة أن تركيا تتحرش بسفن شركة إيني وأنه ده غير مقبول. وبالفعل الاتحاد الأوروبي أصدر بيان مساندا لقبرص. خلونا نفهم ماذا يحدث ما بين تركيا وقبرص، أن ده برضو مشهد مهم جدا، ودي المنطقة اللي قلنا لكم عليها هيكون عليها صراع الغاز والنفط في المرحلة المقبلة، ودي منطقة احنا موجودين فيها في ظهر، يعني احنا موجودين في بحقل ظهر. اسرائيل عندها تمار وليفيافان، قبرص عندها افريدوتي وحقول اخرى، ولبنان المفروض عندها حقول، وسوريا عندها حقول لكن لسه غير مكتشفة ولسه غير مطورة. فالمنطقة دي كلها فيها انباء عن اكتشافات كبرى، يمكن اهمها حقل ظهر. معي من اسطنبول السيد جواد غوك مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية. سيد جواد، يعني كيف تعلق على هذه التحرشات العسكرية التركية بسفن إيني الإيطالية جنوب قبرص؟ تحيات لك ولمشاهدينا الكرام. شكرا. حقيقة الأمر أن الخلاف لا زال موجود، من خلاف السياسي بين تركيا وقبرص. حقيقة الأمر كانت هناك خطوات سياسية لتقارب وجهات النظر التركي والرومي الجانب القبرصي، لكن الروم الجانب الرومي رفضوا ذلك، فالخلاف لا زال موجود بين تركيا وقبرص سياسيا لوحدة الأراضي القبرصية. لكن بالنسبة إلى مصادر الغاز الطبيعي ومساحات واسعة في المياه الحرة، حقيقة الأمر الجانب القبرصي ومصر، خاصة مصر، له حق أن يتفحص عن اتفاقات دولية واتفاقات بين الجانبين القبرصي ومصري. هذا شأن مصري ولا يحق لأحد أن يتدخل في هذا الشأن. يعني دولة مصر لها سيادتها ولها احترامها في المنطقة، لكن الخلاف يرجع إلى يعني موقف السلبي من الحكومة التركية للجانب المصري. حقيقة الأمر أن الموقف السلبي للحكومة التركية من مصر العظيمة مستمرة مع الأسف الشديد، يعني ما دام تتحرك الحكومة التركية عبر أيديولوجيات المتطرفة لا نقدر أن نصل إلى نتيجة. لكن هناك اتفاق قبرصي مصري في المياه الدولية بالنسبة إلى الغاز. التدخل التركي بهذا الشكل ليس موجها دوليا، يعني خلاف للقوانين الدولية. خاصة أنا أهتم شخصيا بدولة مصر، أنه من حقهم أن يتفقون مع كل الجهات. يا ليت كانت هناك علاقات متينة بين تركيا ومصر حتى لن نحتاج إلى مثل هذه التحرشات، لكن الحكومة التركية في الآونة الأخيرة تتحرك مع الأسف الشديد سلبيا مع الجيران، وتعرفون ماذا جرى بيننا وبين مصر استمرارا لهذه الخلافات. نعم، هذا التحرش العسكري موجود. يعني هل ستستمر تركيا في منع شركة إيني الإيطالية من التنقيب عن الغاز، ولا يمكن لإيطاليا وقبرص، مش قبرص فقط، يمكن لإيطاليا أيضا أن تساعد الأمور للاتحاد الأوروبي؟ أنا أظن أنهم يراجعون إلى الاتحاد الأوروبي ثم يأخذون نتيجة ملموسة. يعني هذه التحركات أيضا كما قلتم في تقريركم في المقدمة، أنه يعني الوقت مبكر للفحص عن الغاز في البحر المتوسط، لكن بشكل عام هم سوف يراجعون إلى الاتحاد الأوروبي إذا يأخذون نتيجة ملموسة من هذه القضية. نعم، يبدأون بالفحص عن الغاز بدعم دولي، لكن بشكل عام كما قلت يعني مشكلته الحكومة التركية عند التحرك. الحكومة التركية يعني بقيت الحكومة وحيدة غريبة في المنطقة. لا يوجد صديق، وإلا كانت مثلا علاقات المصرية التركية كانت جذورها تاريخيا وصداقة، لكن هذه الحكومة بالموقف السلبي من الحكومة المصرية الحالية المحترمة، نعم صارت المشاكل. ما دام هذه الحكومة لا تتحرك وطنيا لمصلحة تركيا في المدى المتوسط والبعيد،
لا نقدر أن نأخذ نتيجة ملموسة. هل كيف تنظرون إلى الصفقة الأخيرة التي عقدتها إحدى الشركات المصرية الخاصة مع حقلي أو شركاء حقلي تمار وليفياثيان؟ تأثير هل لهذه الصفقة وفكرة إعادة تكرير أو تسييل الغاز الإسرائيلي في مصر، هل لها علاقة بالمصالح التركية؟ لا توجد علاقات مباشرة. بالنتيجة القرار قرار المصري، لا بد من الاحترام ولا بد من عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية والخارجية. لكنه كما رأيتم في يعني قرار الحكومة التركية دون الاستشارة مع الجانب المصري بخصوص مثلا جزائر السودانية هنا، قواعد العسكرية المرتقبة، هذه المشاكل تأتي من أين؟ من أنه إذا لا تريدون أن ترون رعاية سيادة دولة مصر العظيمة هذه المشاكل سوف تتكرر. لكن بشكل عام احترام للعقود مع أي جهة كانت لدولة مصر وللشركات المصرية لا يحق لأحد التدخل. لكن تركيا زعلانة عن هذا التحرك المصري القبرصي بشكل عام. نتمنى أن تنحل مشكلة قبرص بداية، ولا نريد أن تنتقل مشاكلنا مع الروم إلى مصر الحبيبة. ولهذا السبب الحكومة التركية نتوقع أن يتحركون عقلانيا، وإلا مشاكلنا مع سوريا أيضا تستمر كما تستمر مع مصر. نعم، ويعني مجلس الأمن اتخذ قرارا منذ قليل بقرار بوقف إطلاق النار، نتمنى من الجميع احترامه. أنا بشكرك من اسطنبول سيد جواد غوق، طبعا في سوريا أقصد، من اسطنبول سيد جواد غوق مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية في اسطنبول. وزي ما قلت لكم مجلس الأمن في نيويورك اتخذ قرارا منذ قليل خلوني أقول لكم بتبني مشروع لوقف إطلاق النار في سوريا بعد طبعا قصف الغوطة. خلونا يعني خلال أيام متوقعين زيارة من الرئيس لمدينة العلمين لتفقد المشروع وإلى أين وصل. خلونا نشوف هذا التقرير، رحنا قبل ما الرئيس يروح عشان نشوف ماذا يعني سيجد في العلمين. هكذا تواصل شركات المقاولات أعمالها المتعددة في مشروع مدينة العلمين الجديدة، والتي تشمل مشروعات للمرافق والبنية الأساسية والإسكان والمنطقة الترفيهية ومنطقة الأبراج، وكذا كورنيش المدينة الذي انتهت من تنفيذ كيلو متر منه. مشروع مدينة العلمين الجديدة على مسطح 48 ألف فدان، مرحلة الأولى شغالين فيها 3300 فدان بالمنطقة الشاطئية. عندنا شغل الأعمال البحرية، ودي على بحيرة مسطح 350 فدان بيتعامل فيها ثلاث شركات حكومية. في المنطقة الترفيهية تقع فيها عبارة عن 40 محل تجاري بمسطحات مختلفة بارتفاع دور ودورين في منطقة التاورز. البدء في إنشاء كوبري المشاه بالبوغاز البحري يجري على قدم وساق، فضلا عن أعمال المشايات وتراك العجل وأحد الفنادق، في وقت يسابق فيه العمال والمهندسون بالمشروع الزمن قبيل تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى للمشروع. طول الكوبري كجسم كوبري الجزء اللي فيه الماية 100 متر ورمب 150 متر يمين و150 متر شمال، يعني إجمالي هو حوالي 400 متر. متوقع أن احنا نخلص فردة كاملة إن شاء الله في آخر ثلاثة. عملنا نص الكوبري بالظبط كده، وعملنا شغالين في خوازيق وعمدان وشغالين في قواعد قدام، ماشيه طرحيه كده. الحته اللي مجال فيها الشغل اللي بيشتغلوا فيه لو في ضغط شغل وبتاع كله بيبقى مرهق، انما لو مفيش ضغط ولا حاجه بتبقى العمليه كويسه. متوفر لنا كل حاجه الحمد لله، اكل وشرب ميز شقق مفروشه الحمد لله، يعني كل حاجه جاهزه. ست شركات كبرى للمقاولات تعمل بموقع المشروع لإنجاز 15 برجا بالمنطقة الشاطئية بارتفاعات تتراوح بين 27 و40 دورا، فضلا عن كورنيش مفتوح سيكون جاهزا لاستقبال المصريين مع مطلع الصيف القادم. طارق أحمد، هنا العاصمة.
إذن مدينة العالمين تستعد لاستقبال الرئيس. معي على الهاتف مهندس طيب لحد ما يجي لنا التليفون. الحقيقة أنه المدينة فعلا فيها تطور كبير جدا، وده جزء من التطور اللي احنا متوقعينه لكثير من المدن الجديدة. والعالمين كل الناس اللي هتروح الساحل السنة دي هتلاقي حاجات مختلفة تماما. فرصة يعني الحقيقة تطور رهيب جدا، نتمنى أنه يعني يطلع على الأرض حاجة جميلة. طيب خلونا نخرج فاصل ونتكلم بقى على العمرة، وقبل الفاصل خلونا نشوف هذا التقرير عن المرور في مصر. من خلال مجموعة كبيرة من الشاشات داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بتقوم الإدارة برصد الطرق السريعة والمحاور الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية في الشوارع والحد من الحوادث، ده طبعا بجانب عدد من الإجراءات والغرامات ضد المخالفين. هو طبعا بالنسبة لمتابعة الحالة على الطرق تم عن طريق الشاشات اللي موجودة في غرفة عمليات الإدارة العامة المرور والكاميرات اللي بتتم متابعة معظم الطرق التابعة للإدارة، كل مدى بيتم زيادة أعداد الكاميرات اللي موجودة لمراقبة الحركة المرورية على الطرق التابعة للإدارة. لكن دلوقتي بيتم تجهيز مرحلة أخرى لإضافة كاميرات على الطريق الدائري وبعض الطرق السريعة، أيضا الرادارات الثابتة تم تركيب جزء منها على طريق المحور 26 يوليو وآخر وجزء آخر على الطريق الدائري وعلى طريق السويس. احنا ما زلنا حتى الآن بيتم تطبيق القانون القديم، ما فيش أي تعديلات فيه لحين إن شاء الله إصدار القانون المرور الجديد. من الإدارة العامة للمرور نزلنا ورحنا لأحد الطرق السريعة عشان نتابع حملة مرورية لضبط المخالفين، وكمان التوعية ببعض الإرشادات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين. احنا بصدد حملة متنوعة، حملة تفتيش على التراخيص من حيث التسيير والقيادة، هل الرخص السارية، وبرضه بنطمن بالنسبة لصلاحات الفنية للسيارة. حملة توعية بتبقى على الإطارات، بتبقى على معرفة السائق بالنسبة لمسافة الأمان، هل السائق بيطمن على عربيته من حيث الفرامل، من حيث المية، من حيث الزيت. موجود أجهزة بي دي اي موجودة مع السادة الضباط، بتسجل المخالفات كلها على الحاسب الآلي، وبتحصل المخالفات عن طريق الحاسب الآلي. للي بيرغب من المواطنين في التصالح في المخالفة الخاصة بالسيارة الخاصة بسيادته، بيكشفوا على المخدرات، وبيكشفوا على الرخص، وبيكشفوا على اللي بيمشي عكس الاتجاه. يوقعوا الناس عشان لو قدام منك مثلا سواء ده غلط غلطة، خبط في رصيف، فرد الكاوتش، يبقى انت في مسافة تعرف تلم نفسك فيها. الناس الرخاصة منتهية، والناس اللي بيمشوا اللي بيتعاطوا المخدرات والكلام ده كله حاجة ممتازة جدا، ده حماية لنا في الأول والآخر. حملات مرورية مستمرة، لكن الأهم هو ضرورة التزام السائقين بقواعد المرور اللي بالتأكيد الهدف منها الحفاظ على حياة الجميع. هشام الرباط، هنا العاصمة. وزارة السياحة أعلنت عن ضوابط جديدة للعمرة، الهدف من هذه الضوابط هو انه يتفتح باب العمره للمواطنين المصريين، واحنا عارفين المصريين من اكتر الناس اللي بتحب انها يعني تروح تعمل طبعا شعائر العمره وشعائر الحج وكل الشعائر الدينيه، لكن في ظروف اقتصاديه لابد من مراعاتها في نفس الوقت. هذه الظروف الاقتصاديه هي اللي فرضت علينا العام الماضي ان احنا نحد العمره بثلاثه اشهر فقط، علشان ما نقدرش ان احنا نفتح العمره اللي يعني كان مصر بيخرج منها اكتر من مليون معتمر، وهنعرف الارقام دلوقتي. السنه دي العمره لها ضوابط جديده مختلفه، اربعه اشهر وليست ثلاثه، ولكن بنحدد هذه الضوابط ب 500,000 معتمر، 20% منهم في شهر رمضان. شركات كتيرة، وفي طبعا ضوابط أخرى هنشرحها بعد قليل، في شركات منزعجة، في مواطنين منزعجين، لكن احنا عايزين نشرح انه
في الأوضاع الاقتصادية اللي ما بنقدرش فيها إن إحنا نفتح الأبواب كلها على مصراعيها للقيام بكل شيء وللسفر وللناس تسافر عمرة والعملة الصعبة تطلع برة، على الأقل بيكون هناك ضوابط تسمح بالذات لمن لم يعتمر بأن يعتمر، وبالنسبة للناس اللي عايزة تكرارية العمرة إن هم يروحوا ولكن بتكلفة معينة. برحب بضيفي أستاذ علي منستيرلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة، لكن اسمح لي أن أقاطع قليلا وأبدأ بي السيدة الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط. دكتورة رانيا مساء الخير. مساء الخير يا أستاذة لميس، ازيك؟ يعني قولي لي أولا، الحمد لله، قولي لي أولا فلسفة الضوابط التي وقعتي عليها امبارح. طيب خليني بس أبدأ في البداية أنه يمكن من أولى الملفات اللي يعني وضعت أمامي أول ما توليت الوزارة موضوع العمرة، والحقيقة كان باب العمرة مش مفتوح. طبعا اللي حصل السنة اللي فاتت أنه موسم العمرة اتحدد في 3 أشهر فقط، رجب شعبان رمضان، وطبعا زي ما احنا عارفين دي بتعتبر شهور الذروة من ناحية سواء كانت تكاليف الفنادق الطيران وخلافه، طبعا للناس اللي عارفة سوق العمرة وهكذا. فطبعا كان من أهم حاجة ان احنا نفتح العمرة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين زي ما انت تفضلتي انه احنا الوقت الحالي يعتبر بشكل كبير جدا وقت استثنائي بالنسبة للظروف بصفة عامة. فكان إحدى اقتراحات الحقيقة اللجنة العليا للحج والعمرة من سنوات سابقة من السنة اللي فاتت إنه يبقى فيه سقف للمعتمرين، وهديكي بس بعض الأرقام. نعم. إحنا من سنتين كان عدد المعتمرين من جمهورية مصر العربية وصل 1,300,000 معتمر، دي السنة اللي قبل اللي فاتت. السنة اللي فاتت مع ظروف التعويم وزيادة التكلفة انخفضت الأعداد لتقريبا 600,000 معتمر. كان في اقتراح من اللجنة السنة اللي فاتت انه والله يعني نحاول نحط سقف للعدد المعتمرين، وكان التصور انه يبقى 500,000 معتمر. في الحالة دي وانت ان حطيتي سقف بيحصل طبعا انه عايزين نعمل تكافؤ فرص، ان الناس اللي ما راحتش قبل كده يبقى ليها الأولوية بشكل ما انها تقدر تتقدم وتقوم بهذه، يعني مش هسميها فريضه ولكن طبعا النافله للناس كتير جدا في مصر، يمكن المصريين اكتر ناس بيبقوا موجودين. صحيح. في الحرم سواء المكي او المدني، وده طبعا شيء الدوله برضو حريصه عليه. فكان مع وضع في ضوابط للمتكرري العمره، فدي كانت الفلسفه من موضوع الضوابط في الوقت الحالي. وطبعا في استثناءات من اللي هي المبالغ المحصله، سواء كانوا شهداء ومصابين، المحارم للسيدات، الاطفال اقل من 12 عام، طبعا المشرفين المنظمين لرحلات العمره وكده. اتفضلي. طيب فاحنا بنتكلم على موسم عمره 4 أشهر سياده الوزيره، جمادي من جمادي الثاني ورجب وشعبان ورمضان، وحضرتك كنت قلتي في البيان او البيان كان واضح فيه ان 20% من ال 500,000 هتكون فقط لشهر رمضان، لان رمضان ناس كتيره بتحب تعمل عمره فيه. مظبوط، ناس كتير بتحب تعمل العمره في رمضان، وزي ما اتكلمنا ان طبعا رمضان بيعتبر اكتر شهر يمكن فيه الاسعار بتوصل قريب جدا لاسعار الحج حتى. فدي كانت الـ وطبعا كان في تداول كتير جدا في اللجنه، يا ترى نحط يعني برضو نسب لجميع الاشهر، فكان يعني توصلنا انه لا خلي او توصلوا يعني انه نخلي بس النسبه في شهر رمضان فقط. بس احنا كده لو 500 على كنا ادينا الربع بقى او يعني 25% بدل ما كده 20 اقل من النسب الاخرى 80% هيبقوا في الثلاث شهور الاولى و20% في شهر رمضان، لان هم اربع اشهر. وطبعا اول رحله ان شاء الله للعمره هتبقى اول مارس، يعني خلاص في خلال اسبوع. طيب حضرتك بتقولي الاولويه للمواطنين الذين لم يسبق لهم اداء العمره، واما بقى بالنسبه للتكرار تحصيل ما يعادل 2,000 ريال سعودي لمن سبق له اداء العمره خلال الثلاث سنوات السابقه،
وإضافة ما يعادل 1000 ريال للمعتمر اللي بيؤدي العمرة أكتر من مرة في الموسم. في نفس الموسم. في نفس الموسم. يعني لو حد حابب إن هو يطلع في رجب وبعدين يطلع تاني في رمضان فده اللي بيعتبر إن هو متكرر في نفس الموسم. فده اللي بيضاف إليه الألف ريال الإضافية. في نقطة بس مهمة جدا أستاذة لميس، إنه الضوابط دي ضوابط لهذه العمرة لهذا الموسم اللي هو موسم 1439، فالضوابط بيعاد النظر فيها دائما مع مواسم قادمة طبقا للظروف والمعطيات اللي موجودة، سواء كانت معطيات اقتصادية إيه اللي بيحصل. طبعا كل ده أول سنة بيوضع سقف للمعتمرين، هنشوف النتائج بتاعت الكلام ده. فالمهم مهم جدا يكون معروف انه كويس احنا فتحنا باب العمرة لانه كان في ظروف حوالين الموضوع ده، اصبح ان في شهر اضافي وده كان مهم جدا علشان ما يحصلش انه تبقى الشهور الغالية جدا هي بس اللي متاحة للمعتمرين. الشيء الاخر انه بما ان في سقف احنا عايزين يبقى الـ مش عايز اقول الاولويه، بس انه يبقى في مساحه اكبر للي ما لم يتمكن من العمر قبل كده ان هو يقدر يقوم بهذه الرحله. الاموال الفلوس دي هتروح فين يا دكتوره؟ الفلوس دي لمين؟ هندفعها لمين؟ هو الحساب هيكون في البنك المركزي، وطبعا زي ما حضرتك عارفه انه يعني أوجه الصرف ممكن تبقى لأنشطة مختلفة، وده إن شاء الله يعني ينظر فيه مستقبلا، ولكن أهم شيء إنه المكان يكون معروف والحساب. لا أنت طبعا أدرى وكل الناس عارفة يعني ده داخل هيدخل الميزانية، ميزانية الدولة، ولا داخل ميزانية وزارة السياحة؟ في الوقت الحالي أهم حاجة إنه يبقى المواطن عارف إنه هيروح يحط الفلوس فين، وطبعا بمبدأ الشفافية في أي حاجة من الحاجات دي بتبقى الإجمالي المبالغ المحصلة هتكون معروفة. طيب البصمة بقى، وفي شروط على الجانب الآخر من الجانب السعودي. مظبوط. وتتلاقي إنه في البيان نفسه، أنا الحقيقة في نفس اليوم ويمكن من قبلها الضوابط اعتمدت، تواصلنا بخطابات مع السلطات السعودية سواء كانت السفارة هنا في القاهرة وكمان مع وزير الحج السعودي. نحن بنطلب انه الفروع طبعا يعني السعودية مع جميع الدول مش بس مع جمهورية مصر العربية، في موضوع شركة تسهيل دي اللي بتعمل البصمة. الحقيقة في الوقت الحالي الشركة دي ملهاش فروع متعددة في الجمهورية، وطبعا احنا عارفين انه يعني المواطنين كلهم واهالينا في الاقاليم المختلفة بيبقوا حريصين على العمرة، فكنا عايزين نسهل عليهم، واحنا طالبين انه يرجئوا ده يعني الموسم على اساس انه ما يحصلش تكدسات للناس وهم بيحاولوا يعني تفولفيل الريكويرمنت دي. ف يعني بنخاطب وان شاء الله يحصل فيها انفراجة، بس في الاخر دي الضوابط اللي حطاها برضو الدولة لك السعودية انه لازم يتعمل موضوع البصمة عشان تكرار، عشان يبقى عندهم قاعدة بيانات. بالضبط. لا هو التكرار على فكرة ده يعني الآلية بتاعته موجودة في وزارة السياحة، وبالرقم القومي بيقدر قطاع الشركات في الوزارة انه هو يحدد مين اللي راح العمره وراح امتى والكلام ده كله، ففكره التكرار دي من عندنا احنا، ولكن البصمه ده ضابط جديد من المملكه العربيه السعوديه مش بس بموضوع الفيزا، وده اللي احنا بنطالب انه يعني يحصل فيه يمكن ارجاء للموسم القادم ان شاء الله. طب انا معايا الاستاذ علي المنستيري رئيس غرفه شركات السياحه بالاسكندريه والبحيره، هو ضيفنا النهارده، يمكن كان عايز يسال حضرتك سؤال، اتفضل. اهلا بيكي معالي الوزيره. اهلا بيك. انا بس كان انا عارف ان حضرتك طبعا جاي على ملف في لجنه عليا كانت شغاله فيه، وحضرتك القرارات دي كانت متاخده يعني متاخر قوي، كان رأي بتاعنا كشركات النهارده، طب النهارده كان احنا بقالنا 5-6 شهور مفيش اي حاجه بتحصل، طب ليه ما حصلش حوار مجتمعي مع الشركات في الفتره دي بحيث انها تبدا تاهل نفسها لاي قرارات بتطلع؟ انما حضرتك النهارده جينا فتحنا العمره ووقعنا ضوابط، وتاني يوم فوجئنا بقرارات الضوابط نازله بمبلغ
محطوط على تكرار العمرة، مش عارفين يعني ان الشركات دي النهاردة للأسف في اكتر من 70% من العملاء بتاعتها بتلغي بسبب الكلام ده. خليني ارد على حضرتك. طبعا يمكن برضو انا من الاسبوع اللي فات كنت في لجنة السياحة في مجلس الشعب، وقلت انه من اهم الاولويات في الفترة دي ان يبقى عندنا انتخابات للغرف المختلفة والاتحاد، لانه في الوقت الحالي طبعا اللجان كلها لجان تيسير اعمال، ويمكن اول قرار خدته اول يوم انه كان لازم اللجان تتشكل. فالحوار المجتمعي مستقبلا اكيد هيتعمل وانس ان عملنا الانتخابات، وانس انه يبقى الغرف تكون يعني منتخبه. انما في الوقت الحالي انه ناخر العمر اكتر من كده كنا خلاص هنخش مش هنقدر نلحق الشهر الرابع، واعتقد ان الشهر الرابع ده كان مهم جدا. اما بالنسبه للرسوم فاحنا الـ يعني المتقدمين للعمره مش كلهم من المتكررين، يعني اكيد هيبقى في ناس ما راحتش العمره قبل كده هتبقى حريصه انها تعمل عمره. فاعتقد انه يعني وجود مواطنين مصريين يعني الشركات فاتحه بابها والناس مقبله على العمره ده هيكون بالتاكيد حاصل يعني. فاذا كان الالغاء حصل من متكرري العمره مش معناها انه ال 500 الف معتمر مش هيكونوا موجودين، هو بس القرار الضوابط اتمضت يوم الخميس بالليل، احنا النهارده السبت. فاعتقد انه الانتظار بعد الوقت اكيد هيبقى فيه زيادات وهيبقى فيه اعداد، وان كل الشركات هتشتغل، وانه المعتمرين كمان هيطلعوا، وهتبقى ان شاء الله موسم اتمنى ان يكون موسم ناجح باذن الله. معالي الاستاذه نميس، معالي الوزيره، طب سؤال تاني حضرتك بعد اذنك. اخر سؤال بس حضرتك. حضرتك طبعا دكتور اقتصاد، وحضرتك شايف النهارده ان الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وصل ل 41 مليار، فالنهارده حضرتك احنا بالنسبه لتوفير عمله ال 500 كان ممكن نحط اليه ثانيه، كان ممكن نحط رسوم لكل واحد في ال 500 ونسيبها مفتوحه، وكنا برضو هنوصل لنفس الهدف بدل ما نفرض 10,000 على 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 شخص متكرر. كان ممكن نعمل نسبه للتكرار. نسمع يعني يعني انا هقول لحضرتك ان طبعا يعني سؤال مهم، ويعني سعيده انك سالته عشان برضو للتوضيح. الفكره من الضوابط مش ان احنا نلم الرسوم، يعني دي برضو نقطه مهمه. كان سهل جدا انك تفرض 100 جنيه على كل واحد رايح يعمل عمره، وكان في مبلغ هيبقى واضح جدا هتقدر الدوله انها تحصله. انما هي الفكره مش انه تحصيل الرسوم، هي الفكره انه الـ اي معتمر خارج مصر بيعتبر المبلغ من الريالات او من العمله الاجنبيه اللي هو واخدها معاه ده بيعتبر زيه زي الاساسيات، زي البنزين، زي القمح، بيعتبر مبلغ لابد ان الدوله تقوم بتوفيره. ففي الوقت الحالي واحنا عندنا نمو اقتصادي بيحصل بيبقى فيه اولويات مختلفه. فالفكره مش منع العمره، بالعكس توفير العمره ل 500 الف معتمر، وده يعني رقم لو بنقارنه ببلاد كتير جدا ده بيعتبر قد دول اخرى يعني. طب سيادة الوزيرة، يعني في حد ممكن يسأل ويقول طيب ما في ناس كتيرة بتسافر برة، بتصيف برة، اعتقد ان الفرق في العدد، يعني انه عدد المعتمرين اكبر بكتير من عدد الناس اللي بتسافر برة. يعني انا برضو عايزة بس يعني اقول هنا نقطتين. النقطة الاولى انه اللي بيسافر الخارج، حضرتك بتسافري غيره بيسافر، الدولة مش دايما بتبقى ملزمة انها تديكي على تذكرتك المبلغ بتاع الفندق والسفر والفردية. انما في موضوع العمرة حضرتك عارفة ان المعتمر بيروح وبيتوفر له ريالات بشكل معين، لانه لازم يروح هناك ويبقى قادر على الصرف. فبالتالي دي تعتبر كأنها يعني من ال البنود الاساسيه للدوله لابد ان توفرها للمواطن. بس هو بياخدها بنفس، ما احنا نفس السعر، سعر السوق هو في البنك او بره، فبالتالي نفس السعر. يعني بس اوضح بس نقطه ان برضو متكرري العمره اللي هي يعني بصينا على السنوات السابقه لن يتعدى 10%. فحتى يعني قلق الشركات انه بعض الناس هتلغي و
يعني يتراوح ما بين يعني 10 ل 15% ماكسيمم. فان شاء الله يعني اخر حاجه بس اقول عليها تاني، الضوابط هي بتعتبر ضوابط لهذا الموسم، ده مش معناه انه مستقبلا يعني مش بالضروره انها تستمر وقد تستمر. بس يعني اعتقد في ايجاز يعني دي الضوابط، انا حاولت في البيان انه يبقى واضح للمتعاملين في السوق، ويعني ان شاء الله معالي الوزيره كان املنا بس يا معالي الوزيره لو حضرتك تم ارجاء هذه الضوابط، وحضرتك كنت فعلا عملتي دراسه على ال 500,000 اللي هيطلعوا السنه دي وكنت تشوفي نسبه التكرار فيهم قد ايه، حضرتك هتلاقي النسبه دي تفوق تماما ال 50 60%. طب ما هو بقى بس لا 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 العدل بقى حضرتك العدل في القصه دي انه اذا كنت انا تحت ضغط اقتصادي، بعتذر يا سياده الوزيره المقطع، اذا كنت انا تحت ضغط اقتصادي معين فانه تكرار العمر هنا بيكون وسيله لخروج عمله صعبه، طب انا ليه انا ما ارجئش بقى العمره؟ يعني حضرتك بتقول نرجئ الضوابط، طب ما نرجئ احنا العمره المتكرره. انا بتكلم على التكرار مش على العمره الاولى. احنا ممكن حضرتك نحط رسوم على ال 500 ونفس الرقم هيجي، يعني هناخد نفس الرقم. ما هو تاني حضرتك هنا يعني ربطت فالدكتوره بتقول نسمع سياده الوزير. الهدف مش ان احنا نحصل موارد، ليس الهدف تعظيم موارد، الهدف هو انه خروج العمله يبقى اقل. في هنا فرق كبير جدا بين الحاجتين، انا مش حاطه رسوم على اللي رايح يعمل عمره، انا بحاول اقول اللي ما راحش عمره خالص ده رايح مش عايز اقول مجاني بس ما عندوش اي مبالغ هتحصل منه، ولكن المتكرر هو اللي المفروض هيبقى عليه مبلغ يحصل منه. فهنا انا مش بعظم الموارد من العمره، بالعكس انا اللي ما راحش قبل كده هو مش طالبين منه انه يدفع حاجه. نعم، بشكرك دكتوره رانيا مشاط وزيرة السياحة على هذا الإيضاح. واضح أنها يعني موضوع طبعا له أطراف مختلفة، يعني حضرتك رأيك كان واضح، تفضل. أنا رأيي واضح حضرتك، طبعا احنا كشركات النهاردة شركات من 2011 وهي أكتر قطاع بيعاني في مصر هو قطاع السياحة، احنا عمالين نتلقى صدمات. يعني حضرتك زي ما الدكتورة رانيا قالت يوم الخميس اتوقع الضوابط، احنا علمنا بيها يوم الخميس، طب ما في ناس عامله حجوزات حضرتك وناس راحت اخذت اماكن، طب ليه ما حصلش حوار؟ انتوا كنتوا هتشتغلوا على 3 اشهر. طب ما احنا شغالين على 3 اشهر ونص، احنا بنتكلم في 4 اشهر. لا ما يعني حضرتك احنا 1 مارس يعني هيبقى فاضل 15 يوم على رجب. فبرضه مش هي دي حضرتك ال 15 يوم الاضافيه دي، مش هي دي، يعني لو اشتغلنا على 9 شهور ولا حاجه كان ممكن، والسنه اللي فاتت اشتغلنا على 3 شهور وحققنا حوالي 600,000 مؤتمر مع الحاله الاقتصاديه ومع غلو الاسعار وكل حاجه. طبعا ال 500 دول يكفوا تماما، يعني مش هيحصل فيها عدد تكرار متكرر زياده. ال 500 دول ممكن يكون نسبه التكرار فيهم قد ايه؟ بص حضرتك انا هكلم حضرتك على اصل هقول لحضرتك حاجه، لو الشركات النهارده ما كانتش شايفه ان عندها مشكله وان التكرار 10% 15% تاكدي الشركات عايزه تشتغل على طول، فما كانش هيحصل كل ال البروباجندا اللي حصلت دي في خلال من يوم الخميس بالليل لحد النهارده. يعني من يوم الخميس بالليل لحد النهارده الشركات في ثوره تامه والناس يعني حاسه ان في مشكله فظيعه عندها. أيوة بس بعد ما رجعت للارقام بتاعتها. أيوة بس يوم احنا رجعنا، معلش احنا رجعنا لنفس يعني من 500 من 600 احنا بنتكلم في 100,000 بالظبط، مش رقم كبير. لا ما حدش ال 500,000 دول في يعني ساعتك ال 500,000 دول يكفي تماما، حتى لو قلنا 400,000 ما فيش مشكله، انا بتكلم على التكرار. انت حاسس ان انتوا مش هتجيبوا ال 500,000؟ لا مش طبعا 500,000 ده رقم كبير النهارده برضو رقم كبير. فانا بتكلم حضرتك على التكرار بتاع المؤتمر، التكرار. انا المواطن اللي عايز يطلع حضرتك النهارده، في مواطن في الحزن عايز يطلع عمره، في الفرح بيطلع عمره، في كذا يدفع 10,000 جنيه. طب احنا لو كان الهدف ان احنا نوفر العمله ونعمل الكلام ده بعد ما الاحتياطي النقدي بتاعنا وصل لواحد ما وصلش 38 لا بس النهارده كان اخر قبل ما اجي كان مكتوب هذا الكلام، حتى لو 38 ده اكبر احتياطي في تاريخ مصر حضرتك، ما حصلش الكلام ده قبل كده حتى في 2010. فانا لما الاحتياطي النقدي بتاعي يتحسن اروح فاتحه الباب، احنا نزلنا العدد حضرتك وصلنا اروح فاتحه الباب علشان حضرتك وصلين ان شاء الله 300,000 مؤتمر، حددي العدد اللي طالع. طب ما هو طالع اهو، ما هو نص مليون اهو.
ما انا فاهم، بس حضرتك مش هتلاقي النص مليون حضرتك انت، ما انا بقول لحضرتك دلوقتي احنا ما عندناش دراسه على الكلام ده، مش ما فيش 15% ولا 10%. كل اللي ما طلعش عمره قبل كده يقدر هيطلع من غير ما يدفع اي غرامات. التكرار هو اللي بيدفع، وده شيء على فكره ده شيء منطقي جدا. انا مش عارفه ليه. طب ان ادفع حضرتك 10,000 جنيه ده شيء منطقي لواحد برنامجه ما يتعداش ال 500 ريال؟ يعني حضرتك انا النهارده 70% من الناس اللي في الاوقات اللي هي بتطلع في اوقات الزنقه وفي اوقات الصعوبات الاقتصاديه احيانا بيكون ممكن ياخد الفلوس دي يتبرع بيها او يعمل بيها صدقه جاريه في اوقات اخرى. يعني احيانا في امور بتبقى افيد للمجتمع وافيد للبلد من ان هو يطلع عمره. دي عقيده حضرتك، ويعني مش عارف اقول لحضرتك ازاي. دي نافله، دي نافله، انا ما بتكلمش على الحج هنا. لا انا لا، والعمره برضه حضرتك دي سنه، يعني الراجل بيطلع أيوة. عمره وبيرتاح نفسيا، والمواطن يعني حضرتك النهارده تاني مع رفع الاحتياطي النقدي، مع النهارده حقول الغاز اللي بدات تشتغل، مع النهارده مع البلد اقتصاديا في تطور تام عن السنين اللي أيوة فاتت. ايوه بس لسه احنا لسه طب ما احنا عللنا الاعداد حضرتك النقله العظيمه من يعني من سنتين 1,300,000 معتمر، من السنه فاتت كنا 600 وي، السنه دي احنا بنقول 500، يعني حضرتك احنا بننزل. فانتوا مشكلتكم في الغرامات مش في العدد، في الغرامات بالظبط في طيب. في الرقم. طب انا معايا سياده النائبه الهام منشاوي اللي قدمت طلب احاطه حول هذا الموضوع. سياده النائبه مساء الخير. مساء النور، اهلا بك. اهلا بيكي. يعني قولي لي ايه بالظبط فحوى طلب الاحاطه اللي حضرتك تقدمتي بيه؟ هو انا قدمت طلب احاطه بشان قرارات الجانب السعودي والمصري بخصوص ما تم فرضه من رسوم على أداء فريضة العمرة لهذا العام. طبعا ده بيشكل عبء كبير بالنسبة على المصريين. حضرتك عارفة ان احنا شعب متدين، شعب اتعود دايما على انه يروح يعمل عمرة، انه يحج، كون ان هو مرة واحدة لقى الرسوم اللي طلعت له دي، فدي كانت بتمثل صدمة بالنسبة لكل اللي شافها. فبقى في اقاويل لدرجة ان الناس بتقول ان دي اشاعات، ان دي مش حقيقة. فأنا في ظل أن أعرف أن دي إشاعة أو حقيقة، فأنا تقدمت بطلب الأحاطة علشان تشرفنا معالي الوزيرة في لجنة السياحة بمجلس النواب، ونقدر أن احنا نتناقش ونعرف هو فين مدى مصداقية اللي احنا. ده ما هو ده بيان رسمي سيادة النائبة. بيان ده حضرتك، ده أنا بقول لحضرتك أنا أول ما شفت الحاجات اللي كانت متداولة عن الفيسبوك، بعدها على طول طلع بيان وقريت البيان وشفته، البيان الرسمي اللي طلع من الوزارة. بس في الحقيقة يعني أنا مش مع الكلام ده خالص. يعني معالي الوزيرة وهي بتتكلم هي قالت إن العدد انخفض ونزل ل 600,000، كان معدي المليون اللي بيعملوا العمرة، ومع الظروف الاقتصادية ومع ارتفاع سعر الريال والأمور دي نزل العدد لوحده ب 600. المرة دي ممكن كان ينزل أكتر من كده لوحده بدون ما نفرض رسوم وبدون ما يحصل اللي احنا بنعمله. في الحقيقة يعني أنا مش عارفة ليه هي الدولة دايما اتجاهها لفرض الرسوم زي الضرائب، بنتزنق في حاجة نفرض ضرائب، نعمل حاجة يعني بلاش الأسلوب ده دايما يبقى مع المواطن، عشان المواطن بيبقى هو الضحية. المصريين اتعودوا على العمرة، العمرة بالنسبة لهم دي شيء مهم جدا. الناس بتعمل جمعيات وتحوشهم بالجنيه علشان تطلع تعمل عمرة. الناس بقت بتكلمني وبتقول لي ليه كده حرام، طب احنا نفسنا نطلع نعمل عمرة. ليه يعني 10,000 جنيه مش شوية دلوقتي؟ الفلوس بقت شيء صعب، الظروف الاقتصادية صعبة. هذه الغرامات انا طبعا مش في مقام الوزيرة ان انا ارد، بس انا يعني بحاول يعني ارد عن الطرف الاخر اللي غائب دي النهاردة. هذه الغرامات على التكرار مش أيوة على اللي رايح يعمل عمرة مهولة. حضرتك حطي على الحج ماشي، لو في على الحج حضرتك الحج انت فريضه ان انت تقضيها مره واحده، حطي الغرامه على الحج، انما العمره دي حضرتك كانها رحله، انا كاني طالع دبي، كاني طالع تركيا، كاني طالع امريكا. بعد اذن يعني حضرتك انا ممكن اطلع ويكند وارجع. بعد اذن حضرتك، هو دلوقتي احنا بنتكلم وبنقول ان احنا بنعمل كده عشان الفلوس اللي بتطلع بره، عشان احنا لازم نوفر للي رايح عمره ان احنا نوفر له فلوس، وده لازم نعمل. طيب ما احنا ممكن نعملها بشكل مختلف، نوفر الفلوس ونخليه يتبرع الدولة انها تديله وهو رايح عمرة لو هي للمرة الاولى، لو للمرة التانية هو حر بقى مش ملزمة انها تديله. في ناس بتبقى معاها عملات، في ناس بتبقى معاها ريالات ممكن تطلع مع نفسها مش عايزة من البنك، مش كل الناس ممكن بتروح تاخد. فاحنا ممكن في بدائل، في بدائل ممكن نتناقش عموما فيها. عموما انت عملت طلب احاطه، اظن انه الوزيره اكيد هتجي لكم لجنه السياحه.
يعني رأيك إيه في كلام؟ لا طبعا أنا رأيي حضرتك يعني أنا مؤيد طبعا إن التكرار ده إحنا ممكن نشوف له أي آلية تانية. يعني إيه الآلية التانية اللي ممكن تبقى للتكرار؟ حضرتك أنا يعني ما هو إحنا رجعنا تاني ونقول لو هي رسوم فمعالي الوزير قالت هي مش رسوم، هي علشان العملة. طب عشان العملة، طب ما تديش عملة يا سيدي للبنك، البنك ما يصرفش عملة للراجل اللي مطلع في التكرار، التكرار يبقى يتحتم على باسبوره ويتحط أي ورقة إن هو ده طالع عمرة لتاني مرة مثلا كذا وما ياخدش الألفين ريال. احنا كشركات مضرورين تماما. ايه المدار اللي ممكن؟ لا حضرتك المدار عندنا كتير جدا. احنا اولا زي ما حضرتك شايفه الناس الشركات اللي هو 70% منها دلوقتي بتشتغل عمره وحج، لان حضرتك شايفه الانكمينج واقف، وحتى الشركات اللي كانت بتشتغل في الماضي انكمينج بقت متجهه للعمره والحج علشان تقدر تسد الفجوه في التزامات الموظفين و وكده. طب النهارده لما احنا بنشتغل 3 شهور قلنا ماشي اوكي، بس وعدد نزل 500 مفيش مشكله. طب كمان بنبدا نشوف التكرار. طب يعني حضرتك العملاء دي اللي سوقت ولمت وعملت وخلاص بس ده واضح انه لجنه السياحه الدينيه هي اللي واخده القرار ده. يعني انتوا ده كان في اتفاق حضرتك لجنه السياحه الدينيه دي ناس المفروض انها بتمثل طلع من الشركات كويس، فلجنه السياحه الدينيه لو واخده القرار كان لازم تقعد مع الشركات. ما هي لجنه السياحه الدينيه دي ممثله من الشركات، يعني في ممثلين من الشركات. والله حضرتك هم الكلام طبعا طيب. بيتقال غير كده خالص. طيب انا معايا الاستاذ محمد النجار رئيس غرفه السياحه، رئيس غرفه لا مش سامع رئيس شرية. غرفه ايه فندم؟ رئيس غرفة شركات السياحة في شرق الدلتا وشمال سيناء. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك، رأي حضرتك في موضوع الضابط الجديدة للعمرة؟ والله يا فندم احنا كلنا فوجئنا زي كل الزملاء اتفقوا بالرقم واتفقوا بالرسوم. هل سمعت؟ اي نعم، هي متحملة على المواطن ومتحملة على المواطن اللي تكرر العمرة، وبس ده يعني بالنسبه لنا احنا قرار غريب في توقيت غريب. هل سمعت كلام سياده الوزيره في بدايه الحلقه او في بدايه الفقره الفلسفه اللي هي بتفكر فيها؟ والله يا فندم يعني خلينا نتكلم بوضوح شويه. لو احنا بنتكلم النهارده على 500 الف معتمر، لو خدنا كلام معالي الوزيره يعني بشيء، انا هسال حضرتك انت سؤال. معالي الوزيره قالت ان المتكرر 20%. ازاي 20% اذا كان انا عندي بس؟ لا قالت 10% بس. 10%. طيب اذا كان انا عندي السنه اللي فاتت طلع 600,000، السنه اللي قبليها 1,300,000، السنه اللي قبليها 90، انت حضرتك بتتكلمي في 3 مليون مواطن ادوا فريضه او ادوا مناسك العمره في الثلاث سنين اللي فاتوا، حلو الكلام؟ تمام. طيب انا دلوقتي عندي 10%، احنا بنتكلم ارقام. هل ال 10% دول لو دفعوا ال 2000، هنفترض ان ال 10% هيطلعوا ال 2000 ريال. 10% من 500,000 يعني كم واحد؟ 50,000. مظبوط؟ ال 50,000 دول هل احنا في حاجه ماسه ان احنا نعمل كل حاله الجدل دي كلها؟ طيب علشان يمكن اللي انا زي ما فهمت من فلسفه البيان وزي ما فهمت من مناقشه الوزيره انه الهدف هو ان انا اوسع المكان اللي بيعتمروا لاول مره واقلل التكرار، علشان انا عايزه اعمل يعني احط حضرتك نسبه للتكرار في ال 500 دول. ماشي، انا ممكن اقول 450,000 ما يكررهوش و 50,000 متكررين، يعني كان ممكن احط نسبه يا فندم في ال 500. اتفضل يا استاذ دلوقتي. انا عايزه اوضح حاجه. انا كشركات سياحه ماليش علاقه بالموضوع عشان نبقى واضحين. المواطن هو اللي هيدفع المتكرر. المواطن، يبقى انا هقول للمواطن ايه النهارده؟ هقول للمواطن اتفضل روح، انا ما اعرفش هي الدولة فرض رسوم، سواء بقى متكرر او مش متكرر، انا فرضت مع حضرتك فرضية بتقول ان ال 10% هيدفعوا ويطلعوا. مش هفتح لهم مكان، يعني مفيش مجال ان انا افتح له مجال، هو هيطلع. مش الـ طيب. النسبة بتقول 10%، الجهة الإدارية بتقول 10%، أنا موافق 10% وال 10% هيدفعوا. طيب يبقى إيه الهدف من الموضوع؟ ان انا اقلل التكرار وان انا اعمل عداله اجتماعيه. انا قلت لحضرتك بقى ان ال 10% التكرار هيدفعوا، كام في ال 500؟ ال 20% التكرار هيدفعوا، فكام ريال يعني؟ اديهم مجال يا مدام لمين يعني. طيب ماشي، يعني سمعت وجهه نظر حضرتك، برضو عندك منطق طبعا. استاذ محمد نجار بشكرك، رئيس غرفه السياحه لشرق الدلتا وشمال سيناء. خلينا هنخرج فاصل، وبعد الفاصل هنواصل هذا الحوار، وعندي اتصالات هاتفيه كثيره جدا.
أخرى ضوابط العمرة الجديدة، وزي ما الدكتورة رانيا مشاط قالت في بداية هذه الحلقة وفي مداخلة معنا أنه هذه ضوابط لموسم واحد فقط، الهدف منها وفلسفتها أنها لتضييق فكرة خروج العملة الصعبة، لأننا في ظروف اقتصادية لسه يعني في بداية التحسن، ولسه التحسن الحقيقي ما جاش. بنتكلم على 500 ألف معتمر في 4 أشهر، 20% منهم في رمضان، وغرامة على المتكررين. معايا على الهاتف الأستاذ أشرف شيحة، الخبير السياحي وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة. أستاذ أشرف، واضح أن في غضب عارم من شركات السياحة على هذه الضوابط، كيف تراها؟ مساء الخير يا فندم. ومساء الخير على مشاهدينك الكرام. شكرا. والحقيقة هذا القرار زي ما قالت معالي الوزيرة من إطار اللجنة العليا للحج، أنه بدباجة موجودة في هذه الضوابط، أنه نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وبظروف استثنائية، فقد تم تحديد الأعداد إلى 500,000 معتمر هذا العام، ولم يكن يحدد هذا العدد في السابق، كانت الأعداد مفتوحة ومطلقة. طلعنا في من سنتين 1,360,000 معتمر، وطلعنا 1,260,000 معتمر، والعام الماضي كانت مفتوحة ولكن كانت محددة الشهور، وكانت ذروة الشهور هي رجب وشعبان ورمضان، وطلع 611,000 معتمر. هذا العام احنا قلنا بدل بتحدد عدد لابد لك ان تترك الفترة مسموحة، وكانت المفروض تتفتح من قبل كده. لما جيت معالي الوزيرة قالت تتفتح من بكرة العمرة وفق الضوابط اللي موجودة، طالما الجهة المجموعة الاقتصادية الدولة اللي بتنظر الى الاقتصاد الكامل قالت ان انا اقدر ادبر العملة لنص مليون معتمر هذا العام، فاحنا قلنا يا لجنة احنا موافقين على العدد. يقسم العدد الى 20% في رمضان و 80% في. طب واضح ان المشكلة مش في العدد، المشكلة في الغرامات على التكرار. لا مع حكم لحضرتك برضو ان المتكررين بمتوسط النسبة المتكررة لم يتجاوز من 8-10% على الاربع سنوات الماضية. اذا احنا النهاردة منين حضرتك الاحصائية دي؟ الاحصائية من وزارة السياحة. لا معايا الاستاذ علي من استيرلي حضرتك. استاذ علي الاحصائية دي من واقع وزارة السياحة قدمتها وعرضتها على اللجنة. احنا لا نتكلم. طب حضرتك مع احترامي حضرتك احنا بنرجع 3 سنوات لورا بقرار، يعني قرار. طب ما يبدا التطبيق من يعني ارجع 3 سنوات. خليني اسمع استاذ اشرف. اتفضل. احنا كانت نسبه التكرار لما كان 1,360,000 كانت نسبه التكرار 18%. عندما كانت نسبه ال 1,200,000 كانت نسبه التكرار 16%. لما حصل التعويم كانت نسبه التكرار 2%. وفي سنة من السنوات 1.8%. ده إحصاءات الوزارة اللي قدامنا اللي بناخد عليها القرارات، احنا بنقولش من نفسنا ومن خيالنا. قلنا نسبة التكرار نعتبرها ان نسبة هذا التكرار للقادرين في عرف الدولة ان من يتكرر في العمرة فهو قادر، وبالتالي قالوا نسبة التكرار تتراوح 10%. هناك قرار ايضا في المملكة العربية السعودية قرر من العام الماضي ان هناك 2000 ريال على التكرار. على التكرار امتى يا فندم؟ لك مره واحده في العمر وما بعد ذلك فهو مره واحده في العمر. يعني انت لو حتى بعد 5 سنين يعني مش زي الحج يعني. لا هي مره واحده في العمر يا فندم. مره واحده في العمر. العمره في العمر. الحج بقى مره واحده برضه. يعني العمره مره واحده في العمر بالنسبه للسعوديه، والحج مره واحده في العمر بالنسبه للسعوديه. لا يا فندم الحج مش مره واحده، لا انا بنتكلم عن العمره. والحج مره. الحج كل 5 سنين. كل 5 سنين. والحج كل 5 سنوات ده قرار كل دوله تنظمها وشانها. لان الحج توزع. اذا كانت السعوديه فرضت على التكرار اللي هو مره واحده في العمر، مره واحده في العمر 2000 ريال، فليه طيب صعب عليا ان انا افرض ده يا استاذ؟ حضرتك السعوديه. اتفضل يا استاذ اشرف. هكمل لحضرتك عشان نكمل الفكره بس يعني. طيب مره واحده في العمر 2000 ريال، يعني معنى كده ان انا لما هاجي ادبر العمره لل 10% دول ما نلغيهم خالص ال 10% يا فندم، واحنا في اللجنه بنقول هذا الكلام، ما نلغي خالص ال 10% ونقول 3 سنين وخلاص العمره كل 3 سنين. قالت لا مش من حقك تقول كده كشركات، ولا من حقك تقول كده كلجنه. المواطن له حق طالما قادر ان يسافر،
هذه شعيرة دينية لابد أن نحترمها، يحقها جميع المصريين ويقدروها، ولا بد لنا أن نحترمها ونوفر العملة لها مهما كانت مثلها مثل أي سلعة من السلع الضرورية الموجودة. طب أستاذ أشرف أنت بتقول الكلام ده وأنا عارفة أن شركة حضرتك ربما تكون الأكثر تضررا، لأنه عند حضرتك يعني التكرار هو الأساس أظن. أيوة يا فندم، أنا إحنا النهاردة كان قدامنا أحد القرارين مدام لبيب، لابد أن تفتح العمرة لأن هناك من هو موجود في السوق ينطبق عليه هذا القرار من أنه لم يتكرر ثلاث سنين. لماذا أحرمه أنا كدولة؟ ولماذا أحرم شركات السياحة أن تخدمه وأن تعمل؟ لابد أن يفتح القرار ويستمر. إذا كان في بعض الشركات هيخش عندها 10 زباين هيخش 8 ويرجع 2، أنا واحد من الشركات هيخش 1 ويرجع 9. أيوة. لكن في النهاية في قرار دولة واقتصاد دولة بتشوف الرؤية الكاملة. أنا متضرر منها كشركة لكن ما أقدرش أفرض هذا. حضرتك يا أستاذ علي في 30 ثانية عشان وقتي دولة. عشان وقت. يا أستاذ أشرف خليك معايا يا أستاذ أشرف بعد إذن حضرتك، يعني القرار طبعا كان لازم يبقى يعني يحصل حوار في هذا الكلام، وحضرتك كان لازم تعرض مع الشركات الكلام ده. الشركات متضررة تماما من الوضع اللي هي فيه. حضرتك في طول يوم الخميس بالليل بضوابط نازلة، وأكيد حضرتك كنت تعلم بيها من قبل كده. كان الأول أن حضرتك تبلغ الشركات ونقعد نعمل حوار مع الشركات من أكتر من شهر مضى. كان على الأقل الشركات مش هتلتزم بحجوزات طيران وحجوزات فنادق وحجوزات كتيرة قدام، يعني ما ينفعش نفاجئ. هذه القرارات لا تخص شركات ولكنها تخص مواطن. طيب. يا سيدي الفاضل انا معاك، المواطن ده حاجز حضرتك في الشركات. المواطن ده حاجز في الشركات يا استاذ اشرف. طيب استاذ اشرف شيحه، كلمات اخيره فيما تختص هذه القرارات، وانت اكيد شايف الغضب من شركات السياحه. هو مش انا بس اللي شايف الغضب، اكيد كل المسؤولين وكل اعضاء اللجنه وكل من هو في المجموعه الاقتصاديه يرى هذا القرار أنه أغضب وصدم الشارع المصري، ولكنه إذا كانت هناك ضرورات للاقتصاد فالرؤية أعلى. كان ممكن نحط رسوم على كل مواطن يا أستاذ أشرف، كان ممكن يحصل رسوم على كل مواطن ونحصل الأموال اللي احنا عايزينها. أشرف شيحة بشكرك أستاذ علي المنسترلي، احنا حاولنا نستمع لكل الأراء، سمعنا رأي الوزيرة، سمعنا رأي لجنة الحج والعمرة، سمعنا رأي شركات السياحة وأيضا المواطنين. واضح برضو هناك طلبات إحاضة في مجلس النواب. قضية العمرة قضية مهمة لأن المصريين كتير بيحبوا يخرجوا عمرة، لكن في ضوابط اقتصادية وفي أوضاع اقتصادية علينا أن نحترمها. هنتابع هذه القضية. بشكركم شكرا جزيلا، ودي كانت حلقتنا، نتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديدي تحييكم، صباح الخير.